19 سبتمبر مساء الخير متابعينا على قناة 9. هذا هو موعدنا اليومي في رونديفو 9، نتواصل معكم من توا ل 8:30. ويرافقني كالعادة برهان بسي صاحبي بوعجيلة. مساء الخير. مساء النور. مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إذا نستقبلوا الليلة على التوالي سليم العزابي أمين عام حركة تحية تونس، ونحكيوا عليه على نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية وأيضا الاستحقاق الانتخابي بالنسبة للتشريعية. نستقبل في جزءنا الثاني كل من خليل قنطرة قائمة حراس البلاد دائرة أريانا، جمال ساسي قائمة البديل التونسي أيضا دائرة أريانا، وناصر العمدوني قائمة تونس أخرى عن دائرة باجة. لكن قبل هذا كل أبرز المستجدات الوطنية في المشهد. توفى اليوم الصباح الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في منفاه بالسعودية بعد صراع مع المرض، وتم نقله إلى أحدى المستشفيات بالسعودية وانقضاه هناك 3 أشهر في العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة عن عمر يناهز 83 سنة. إن الله وإنا إليه راجعون. إن شاء الله ربي يرحمه. برهان، نبدأ بالخبر هذا. منير بن صالحة محاميه أكد أنه عملية الدفن بشتكون في مكة المكرمة حسب ما أوصى به زين العابدين بن علي. جثمانه باش يكون تشييعه غدوه الجمعه، وانه ترك رساله صوتيه ستقوم قريبا الجهات المختصه بنشرها. شكون الجهات المختصه؟ جوست ما وضحش. لا، ما قالش تقوم جهات مختصه، قال ترك تسجيل. قال ترك تسجيل صوتي. الله يرحمه، يرحم جميع موتانا، يشفي جميع مرضانا. كنا طبعا الحديث حول مرض الرئيس بن علي وآخر أيامه، أنه يواجه المرض عضال. هذا حديث كان رائج، عائلته كانت تنتظر ذلك. أيضا وصيته بأن يدفن في السعودية يعني كانت رائجة، وأكدناها نحن في البلاتو هذايا بعد ما راج قضية أنه جثمان ويجي لتونس يدفن في تونس ما يدفنش في تونس. كانت هناك رغبة من داخل عائلته أنه يجي في تونس، لكن جزء من عائلته الآخر اللي ما نجمش يقدر يدخل تونس يعني تفاعلت وصيته مع هذه الرغبة في أن يدفن، ويدفن غدا في مكة. بقى شو نقول طبعا بعد الترحم لهذه عاداتنا وتقاليدنا. الرئيس بن علي رمز لمرحلة، مرحلة من تاريخ تونس. لهذه المرحلة أنصار وأيضا خصوم. لهذه المرحلة يعني من لازال يدافع عليها في المخيال، إن بشكل عفوي أو بشكل الاستثمار السياسي. وأيضا لهذه المرحلة أيضا ضحايا ومنتقدين ومعارضين، ولهم طبعا تقييماتهم التي اعتدنا أن نستمع إليها من قبل 2011 وما بعد 2011. أنا شخصيا بالنسبة لي وليت في الجو اللي نعيشه اليوم نخاف وأحترز تجاه هذه الأخبار. علاش؟ على خاطر توا احنا في أجواء انتخابات الديمقراطية باهية، ما يلزمناش نخافوا منها، ولكن أيضا يلزمنا نحترز تجاه تقسيم التوانسة. ما أنا وليت خايف من كل شيء نجم يقسم التوانسة. الحاجة الباهية أن معظم التوانسة بما فيهم معارضي بن علي التزموا بالموقف الأخلاقي تجاه واقعة الموت وترحموا عليه، ما عدا أقلية يعني تسيء التعبير حتى على موقفها ومردود عليها الكلام بتاع الشماتة في الموت. وأنا هنا نحب نحيي بعض رموز بتاع معارضة ناس. أنا عجبني اليوم قبل ما نجي لهنا تدوين أحد نشطاء التيار الديمقراطي، قديما كان تقريبا عنده تجربة في الحركة الإسلامية ودخل السجن، اللي هو المحامي الأستاذ سي عبد الواحد اليحيوي رحم الله بن علي، وإن شاء الله قال لك ربي يغفر له وإن شاء الله أمي تغفر له في التجربة هذيك. لكن هذا شو نجم نقول من منطلق إنساني أخلاقي نبيل. بالتالي خليني أقول التوانسة مانيش نشوف فيهم مقسومين برشا في واقعة الموت الله يرحمه. تقييم تجربة نظام بن علي اللي في نهاية الأمر اختلفنا معاه ما اختلفناش معاه، ترك بصمته في تاريخ تونس. في نهاية الأمر تونس سيذكر هذا التاريخ للأجيال القادمة. حكم تونس بن بورقيبة من 56-87، حكم بن علي من 87-2011. اتبقى أنا رسالتي اللي ما نعرفش يعني قد تتلقف ولا ما تتلقفش، لكن الحمد لله حتى كي نعبر عن المخاوف
لكن في نهايه الامر التوانسة ماهوش بالحجم القسمه ماهوش بحجم هالمواجهات الحاده. فيسبوك في الاخر اون فان كونت فيسبوك كلام تاع فيسبوك وما يزبش كلام فيسبوك يصبح هو قدام للبوصله. لا مش هذيك تونس، الشارع في تونس شارع متسامح، والشعب التونسي شعب نقي السريره. في نهايه الامر حدث قدام هذايا هو حدث انساني، حدث الموت هو حدث انساني ماهوش حدث سياسي، وقدام حدث انساني نجم نقولوا كان الله يرحمه تبقى لهنا للمؤرخين للنشطاء السياسيين للعباد اللي تقرا التاريخ الحق كامل الحق في تقييم هذه التجربه بين منتقد وبين مساند. هو حقق الحق، ما شفناش برشا ناس تتشمت، وما اخلاقيا وانسانيا يعني التونسي اليوم ما يظهر لي ملي تنشر الاخبار ما شفناش هالتهجم او ما حاشتين الواحد الموت ولا والحبس ما ينجمش الواحد يتشمت فيهم، ويظهر لي هذا هو اللي ظهروا اليوم التوانسه. طبعا بن علي مشى على روحه من 17-14 معناها منذ اسقطته هذه الثوره، خرج نتصور من ذاكره التحليل يعني اليومي للحاضر وللمستقبل، أصبح جزءا من التاريخ. إذا كان تسألني أنا نقول لك بن علي قلت له وفيه وعليه بوجه مكشوف عندما كان يحكم ما كنت أرى أنه يجب أن يقال له. الآن كفرد هو أعماله بين يدي العدالة الإلهية، كرئيس مخلوع تاريخه بين يدي العدالة الانتقالية والمؤرخين والسياسيين. نتصور أهم شيء بالنسبة للتوانسة اليوم وخصوصا المهتمين بالشأن العام أن ينشغلوا بحاضر البلاد ومستقبلها. أنا واحد من الناس مشغول بحاضر بلادي ومستقبلها اللي نحبوه يكون خير لأولادنا ولأحفادنا. أتمنى أن يجدوا بلدا بعد عقود يدخل فيه الرئيس الجديد على سقيه للقصر، ويخرج فيه الرئيس السابق على سقيه أيضا يمشي لداره، ويموت الرئيس السابق واللاحق بين صغاره بين أولاده في عائلته ويدفن في أرضه، لأنه كان رئيسا أتى به الصندوق وأسقطه صندوق. نهاية مأساوية طبعا لرئيس مات خارج وطنه، سبب معروف علاش مات خارج الوطن، ما طردوش الوطن متاعه، سيرته وهو في الحكم جعلته يسقط بثورة ويهرب. أنا أتصور أنه من حق الضحايا أنه أحيانا يتحفظوا حتى في الترحم على الرجل، ولكن في آخر الأمر أراه المهم الآن هو حاضر تونس ومستقبلها وكهو استجلاب معناها مشاعر الشفقة كيفاش انت قاسي ما تقولش رحمه الله وهو مات خدامه أبوه ولا أمه واخته تغتصبت وكذا، ما نجمش أنا ما نلوموش، أنا أستطيع أن أتصرف بكل ما يجب من أخلاق الفرسان، لأني زاد أنا مانيش متضرر برشا، لو كان كنت متضرر برشا من بن علي كفرد البلاد تضررت منه وبن علي أكثر شيء، أنا لو كان كنت متضرر برشا ما نعرفش شنو يكون شعوري، أنا متضرر شوية أقل أقل من الناس وأزيد من الناس اللي وكذا. قاعدين يسبوا برشا الشجعان الجدد من هو لا الشجعان الجدد هما اللي عاملين راهو المزايدات الشجعان الجدد لا ما يهمنيش فيهم، لكن في الاخرين الشعب التونسي اليوم اللي في الشارع الموجوعين جزء كبير منه يقول كنت عايش مع بن علي خير من اللي كنت عايش بعد 2011 هذا كتقييم هذاك تقييم ما سمعتش برشا شعب لا تونسي يقول لا والله برشا لا ما عملناش احنا ماشي ندور في الشوارع اللي قبلوا فيك حاجه شوف انا انا مثل ما لا اريد ان يوضع التاريخ وحتى نهايته راهو في الربيع العربي خليني نتكلم خليني نتكلم انا انت تتكلم وانا وانا ما نجمش نتكلم وانت تتكلم خاطر الميكرو مش تقنيا مش باهي المؤامره تاع الميكرو انا ما نجمش نعرف التوانسه شو يقولوا على تجربه بن علي. انا تو نتكلم كفاعل في الشان العام، نعرف أن تجربه بن علي يصعب جدا ان نقيمها تقييما ايجابيا. تبقينا في نظرك اعتبر ان الشجاعه و أخلاق الفروسية تقتضي أن الرجل هذاك بالنسبة لي أنا
انتهى ومات من نهار 17-14، واعتبرت أنه نهايته طبيعية، لم نكن نتمنى أن تكون نهايته في 17-14 بتلك الطريقة. كان جات فرص متاع إصلاح سياسي ما عملهاش، جات فرص باش يواجه خصومه بأقل حدة وبأقل دموية ما عملهاش. أما أنك تجي يوم تقول تشمت فيه في الموت ولا حكاية فارغة. أنا أعتبر أن الانشغال الأساسي اليوم هو حاضر البلاد ومستقبلها. ما نجمش نجرم حتى واحد يعبر على مشاعره في علاقته بن علي، سواء يقول يعطيه الصحة وكنا خير دبر راسه تو التاريخ يقيم، أو أن يقول ما نترحمش عليه. هذيك حاجة أخرى. نعم من سالية نحس قلنا ما سبيناه، قلنا إن شاء الله لا ولا، قلنا ما قلنا ما الناس المثقفين ما يقولوش، السياسيين ما يقولوش الكلام هذا، القيادات ما تقولش، عموم الناس واحد يقول كنا خير وهو كلام غلط نجم قيموه نسبي، واحد يقول يجعله كذا هو كلام غلط زادة لأنه نسبي. المفروض أنت أنك تنسب في مشاعر العدائية ومشاعر معناها التكبير. ثم تاريخه يجب أن يمر تاريخ كما نقيم بورقيبة وكما نقيم فترة هتلر وكما نقيم فترة صدام وجمال عبد الناصر والقيادات ونقولوا ها وش عنده بال وش عنده خير، يجي دور المؤرخين أولا. وبن علي بن علي فترته بين يد العدالة الانتقالية، مش بين عند المؤرخين، عند العدالة الانتقالية اللي تحكي على معناها نتيجة ريت. أنا ما حبيش أتكلم راه، أما خاطر برهان عمل منها واحد وقريب يجرم على خاطر ما قلناش خاطر بعض الناس ما قالش الله يرحمه. خليك تعلق ونمر. احنا تكلمنا كابن علي وحبيت المداخلة تكون مداخلة إنسانية بحتة، وماذا بيا نقعدوا في النطاق هذا يا بني ادم محمد حول واش راجل مات في ضمن ربي رحمه ان شاء الله. دونك ماذا بينا نقعدوا في الاطار هذا وما نخرجوش للنقاش، مش وقته جميل. تاكد احنا قلنا جزء الماضي يتلغز المستقبل، انه بن علي باش يقعد عقده في الحاضر والمستقبل، هو جزء من العمليه السياسيه بين انصاره وبين خصومه. الحديث على تسويه مرحله بن علي والناس اللي فرحت وصي وكذا، أنا أن فيه نفيا قطعيا. اليوم جزء كبير من المجتمع التونسي نتيجة خيبات ما بعد 2011 أوهام شعاراتها، الجوع الفقر الميزيريا غياب السيادة الوطنية انهيار، جربوا كل شيء من 2011 ل 2019. الآن طموحهم الكبير أن يرجعوا الأرقام بن علي في الاقتصاد، طموحهم الكبير أن يرجعوا للشيء اللي يحكي عليه الشعب التونسي العادي الطبيعي اللي ما غير ما ضربوش بالفيروس بتاع الشعارات السياسية الواهية والفارغة. الشعب التونسي اللي اختاروه لابوراتوار مخبر باش يقعدوا يجربوا فيه كي مخبر الفئران من 2011 ل 2019. جرب المنظومة القديمة تو جرب المنظومة الجديدة. يقول لك على حساب الحقوق والحريات. خلنواصل الحقوق والحريات نسبيا، لا كان صدام حسين لا كان معمر القدافي ولا ضرب باللابالم ولا شيء. عمل كما العادة خصومات، فما ناس ماتت في عهد بن علي. بالمنطق زاد الواحد، فما ناس ماتت في 2013، فما عباد ضربت بالرش في سليانة. لا قدر الله لو كان يحصل حد لجماعة الترايكة توجي أم زادة في جو. أنا بطبيعة نعذر كل الأمهات وتقول الله يهلك السبب اللي كان وراء أنه عين ولدي تعورت زادة. منطق الدولة هذايا، منطق السياسة بالغ فيه نظام بن علي، ما كانش محسوب على ديمقراطية صحيح، كان محسوب على سلطوية، ولكن الرأي في نهاية الأمر يبقى نسبيا. وما تقوليش زادة النهاية المأساوية في الواحد حتى بالمنطق المخيال الشعبي زادة. فالربيع العربي اللي صفقوا له الأمريكان وصفقت له القوى هذه اللي فجأة ولات قوى جميلة وباهية ومحلاها في 2011، ومن بعد تو رجعنا لمنطق المقاومة، منطق فرنسا ولات محلاها، أمريكا محلاها، واللي صفق ثورة الياسمين. في نهاية الأمر أنا في تقديري الشخصي لعله آخر الناجين هذا من ثورة الربيع العربي اللي قاعد نشوفه في أثارها الجيدة جدا شرقا إلى الغرب. الراجل سيدفن في مكة، سيدفن بين اهله واحبابه وانتهى الامر. بالتالي يا خويا خلينا ننظروا للمستقبل ويزينا من اللغه هذه تاع ونمروا الاخبار. لا نص ثانيه، نص ثانيه باش نلفوا في العداله الانتقاليه، نص ثانيه باش اللي يتبعوا فينا يفهموا. توا هو عمل برهان جملتين على بن علي، عملت انا جملتين في المقابل.
توا بكي باش يعمل هو، انت قلت بربي خليها في الانساني ونتعدى، توا عامل تيراد كامله يقيم في سياسه بن علي يحب يرجع لنا جنه، توا تضطرنا انت ما نكونوش انسانيين. لم تكن لا جهنم ولا جنه يا ايها المتفرجون، انا ساصمت لانه لحظه ماهيش لحظه تقييم سياسي. اما اللي قال القران غلط راه على تقييم سياسي، تقييم سياسي مش تقييم سياسي. انا حبيت نقول الله يرحم والتاريخ تنوري واضح موضوع عدالة تقنية. أنت عملت جملتين، أنا عملت جملتين والتزمنا بما هو إنساني. عملت أنت 20 جملة تو تحب تقيم، ما كانتش باهية فترة بن علي. أنت في مخك، أنت في مخك، أنت في مخك. يلا الراجل تو يحكم، تو يحكم، تو الناس تحكم هكا. نمر الخبر الموالي، وين تخلى اليوم أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي في اعتصام بمقر المحكمة الابتدائية بتونس دفاعا على حقهم في الحصول على مآل ما قدمته من شكايات الهيئة، هيئة الدفاع عن الشهيدين، كما أعلنت إطلاقها حملة أحفظ ولا حيل دفاعا عن حقها في الولوج إلى القضاء. أعلنت أيضا عزمها عن نشر كافة الوثائق المحجوزة في ملف مصطفى خضر على صفحتها الرسمية في الفيسبوك، إضافة إلى نشر شكايات تقدمت بها ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس واحد ووثائق تدين سفيان السليتي المساعد الأول لوكيل الجمهورية وفق نص بيان عن هيئة الدفاع. نواصل مع نفس الموضوع، وإن دخلت بسمة الخلفاوي أرملة الشهيد شكري بالعيد في حالة من الغضب داخل مقر المحكمة الابتدائية بتونس، وطالبت وكيل الجمهورية بتطبيق القانون فيما يخص ملف ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة، وقالت احنا شاكين بأشخاص وطالبين أن يقع سماحهم. ما يجراش وما ينجمش باش يمسني حتى حد، هو مازلنا حقوقنا، مازلنا حقوقنا احنا كيما اي مواطن شاكين باشخاص لهنا وطالبين ان يقع سماحهم، هذاك اللي طالبينه احنا، ماناش طالبين حتى شيء يطبق القانون. قداش باش يقعد شخص هذا هو في حد ذاته شاكين به؟ شنو معناته هو محتمي؟ بشكون محتمي؟ مشكون محتمي احنا؟ احنا محتمين بالقانون ونحبوا يطبق القانون، قداش باش يقعد هذا وكيل جمهورية فوق العادة؟ فوق الناس الكل وكيل الجمهورية هذا على شنو؟ فسرونا على شنو؟ على تجاوزاته، على أفعال يعمل فيها، على إجرام يعمل فيه في علاقة بملف الشهيد شكري بالعين، على إجرام يعمل فيه في علاقة بملف باردو، على إجرام يعمل فيه في علاقة بملف إبراهيمي، الناس اللي ماتت واللي دفع الدم على البلاد هذيا، السيد هذيا فوق الناس الكل. اليوم كان فوضى واحتقان داخل بالمحامين وقوات الأمن داخل المحكمة الابتدائية بتونس، تحديدا حبيب في مكتب وكيل الجمهورية. تقول بسمة بالعيد أنه اشكينا عن عام ونص التالي فيما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة، لسمعنا إحالات، لسمعنا استدعاءات، والقضية إلى حد الآن ما زالت راقدة. لا تعليق أنا عنديش. برهين مش تقعد لي؟ لا هذا ما نعلق حكيت فيه 50,000 مرة. التطور اليوم في الملف هذايا في المحكمة شهدت للأسف تدافع. اليوم المثل هذه القضايا الخلافية كما قلنا راهي إذا كان ما فيهاش تناول موضوعي وجدي راهي باش تكون علامة تقسيم. أنا شلتقط فاللي يحصل له اليوم في المحكمة الكل قسمة بين قضاة ومحامين. للأسف في نهاية الأمر هذوما الناس تشتغل في مرفق واحد كما قلت في نفس الحكايه. نخاف توا من هالتقسيمات اللي حاصله والتوترات اللي قاعده تهز المجتمع التونسي للتقسيمات. اليوم تقرا بيان جمعيه القضاة وتشوف عماده المحامين، اليوم ها تصوير سي عميد المحامي سي ابراهيم بودرباله خارج دايخ، نشوف في سي محامي سي الرداوي كيف 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 كيف. بالنسبه لوكيل الجمهوريه يقول لك انا متعاش يتم التهجم عليا، وكيل الجمهورية اضطر يستدعى الأمن للتدخل في المحكمة، وهذه صور عندنا مدة عليها في خصوص أمن يتدخل في وسط المحكمة باش يخرج محامين من غاديك ويفك اعتصامهم. هذه ملفات لولا التباطؤ في حسمها. هذا ملف الجهاز السري، نحن في حاجة إلى سلطة مرجعية بطبيعة هي القضاء، خليها تحسم الموضوع. هل لا يندرى الموضوع هذايا حقيقي ولا وهم؟ ما مازلنا في مرحلة البحث الأول. المشكلة كل أنه ما تمش فتح تحقيق وما تمتش الإحالات أو الاستدعاءات. التسريع التسريع التسريح لمصلحة الناس الكل، لمصلحة حركة النهضة، لمصلحة هيئة الدفاع على الشهيدين، لمصلحة الحقيقة، لمصلحة البلاد. ملف وخلي يتسكر، كان فيه حكاية هي تقولوها، كانوا غلط نقولوا غلط، كانوا راهو ملف فيه يعني ما يثبت قانونيا خلي نمر به وخلي يغلق. البلد ماهوش في حاجة لتوترات، يزينا من تقسيم الناس في كل قطاع ولينا مقسمين. هاك تشوف اليوم باش تولي عركة ما بين قضاة ومحامين. القضاة غدوة في ضرب عام يا سيدي، الجمعية دعات غدوة القضاة
ما فماش يعني محاكم ومصالح العباد باش تتعطل والجلسات كل باش تتاجل بعد غدوه. المحامين الله اعلم شنو باش تاخذوا من قرارات. معنا يعني عضو هيئه الدفاع تقريبا مباشره. هذه المساله بغض النظر على المضمون، والمضمون حكاوا فيه الناس الكل كما قال عبيب وشي فد الجهاز السري وحكايات، مي توا في حاجه لانه يتم التسريع في الحسم بهذا الملف. معنا مباشره عبر الهاتف ايمان جزاره عضو هيئه الدفاع عن الشهيدين. مساء الخير، اهلا وسهلا بك استاذه. نرجع لها بعد شوية أكيد نفهم منها أكثر تفاصيل اللي صار اليوم في مكتب وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس. بدنا نوصل أخبارنا وينقل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أنه رغم نجاح تنظيم الانتخابات الرئاسية إلا أنه تم تسجيل إخلالات لم تؤثر ربما على النتائج، لكن تواصلها يهدد المسار الانتخابي. وأكد الطبيب أنهم وفقوا 600 مكالمة لشكايات على الرقم الأخضر المجاني للهيئة، كانت أبرزها نقل الناخبين باستعمال وسائل النقل الجماعي منها في منطقة باب جديد وحي الطيران في قلب العاصمة، إضافة إلى استخدام السيارات الإدارية وخروقات لبعض العمد ورؤساء البلديات. نقر أنه كانت هناك إخلالات، كانت هناك تجاوزات، كانت حتى هناك بعض الجرائم الانتخابية. هذه الإخلالات هذه إحنا كهيئة وطنية لمكافحة الفساد قمنا برصدها وتوثيقها. نقل الناخبين باستعمال وسائل النقل الجماعي. نرجع قال أيضا شوقي الطبيب أنه تم تسجيل محاولات رشوة لناخبين لمرشحين اثنين على متن سيارتين وزع أموال. الخبر هذا باش نرجع له، لكن قبل ذلك تنضم لنا عبر الهاتف إيمان جزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين. مساء الخير أستاذة. مساء الخير وتحية لجميع المشاهدين ومشاهدات لقناة التاسعة. مرحبا بك إيمان جزارة، اليوم سمعنا برشا روايات على اللي صار في المحكمة الابتدائية، روايات مختلفة ومتعددة، يا ريت كانت توضح لنا في التفاصيل اللي صار معكم اليوم. ليه احنا منذ 2 اكتوبر وقت اللي خرجنا للشعب التونسي وحكينا على ملف الجهاز السري لحركة النهضة وعلاقته بالاغتيالات السياسية. قدمنا بشكايات للنيابة العسكرية ونيابة الحق العام. قدمنا شكايات للمجلس الاعلى للقضاء، ومشينا لوزير العدل، ومشينا للوكيل العام لمحكمه الاستئناف، ومشينا لمجلس الامن القومي، وقلنا له مش معقول، راهو يلزم مؤسسات الدوله تتحرك وتنظر في هذا الملف بكل جديه. الناس طلعت وشوهتنا وتابعين فلان وتابعين فلتان وعلاش توا واجندات انتخابيه ما يسالش. احنا نعرفوا الملف هذا يوجع راجل غنوش وباش يحرك مكيناته في كل القطاعات. نعرفوا جدية الوثائق اللي نقدموا فيها ومتحملين مسؤوليتنا. قلنا نحب القضاء التونسي يتعهد بالتحقيق في هذا الملف. طلعوا للناس وكذبوا وقالوا القضاء متعهد، وسكتنا ورضينا بالبحث ضد مجهول، ورضينا بالبحث على سبيل الاسترشاد. ومن 4 ديسمبر وإحنا نبحثوا في العوينة، ومن بعد حلونا زوز أبحاث أولية أخرى زادة على سبيل الاسترشاد في الجرجاني، ومشينا قلنا ما يسالش، خلينا نعطيو سماعاتنا، وعملنا محاضر أكثر من 50 صفحة، وقدمنا المؤيدات إلى حد أوت 2019 يقع سنة الجيني، وإلى حد هذه اللحظة لم يتعهد القضاء التونسي بالتحقيق في ملف الجهاز السري، وإلى حد هذه اللحظة لم يتم استدعاء لأي قيادي من قيادات حركة النهضة لسماعه في خصوص المؤيدات اللي نقدموا فيها. اليوم توجهنا للسيد وكيل الجمهورية. اليوم التصعيد اليوم بالذات شنو هو الأسباب اللي وراءه؟ مشينا له قلنا له راهو احنا اليوم العوده القضائيه رجعت، وراهو مش معقول ملف الاكثر من عام وانت شتتوا على 6 ملفات ابحاث اوليه، واليوم ماكش تاخذ فيه قرار يا بالقبول او بالحفظ او الاحاله. احنا نحبوا قرار في هذا الملف، يا ترفضوا وخلينا نقوموا على المسؤوليه الخاصه ونعملوا اجراءاتنا القانونيه، خلينا نوصلوا نلتجئوا الى القضاء التونسي للبت في هذا الملف، والا حيلوا واسمع الناس المشتكى بهم. راجل غنوشي نهار 7 اكتوبر باش ياخذ الحصانه البرلمانيه ويقبر هذا الملف لمده 5 سنوات اخرى. احنا طالبين شهاده حفظ، طالبين تطبيق القانون. يا سيدي ما قلت الناس هذه تكذب، ما قيادات حركه النهضه قالت الاوراق مدلسه ومش صحيحه اللي يقولوا فيهم. يا سيدي ارفضونا شكاياتنا، اعطيونا الرفض، خلينا احنا نوصلوا للقضاء بوسائل قانونيه. علاش تمنعوا فينا من حق دستوري يخولونا اللي هو مطالبكم هذه الكل؟ شنو اللي طلبناه مش قانوني يا احمد؟ استاذه كيفاش كان التفاعل؟ كيفاش كان التفاعل مع مطالبكم هذه الكل اليوم؟ التفاعل انه قال
قال دخلوا له 5 ممثلين على هيئه الدفاع بعد الاستشاره واعطى اسمائهم والكتاب نتاعو شاهدين على هذا وزملائه شاهدين على هذا. قال راهو نهار الاثنين تنعطيك مآلات شكايات. قلنا له احنا ماناش في حاجه لمآلات شكايات، نعرفوها وعشناها. احنا من 4 ديسمبر واحنا عايشين الملف هذايا. وما خرجناش الاعلام منذ مارس مثال اعطيناهم الفرصه. قلنا خلي قيادات حركه النهضه تخرج ما لديها من مؤيدات ضدنا. خلي القيادات الاخرى تخرج تثبت كلامها اللي قالوه. خلي النيابه العموميه تزيد تسترشد. اما اليوم اليوم بات بالكاشف. اليوم وحيد التوجاني مدير الامن يعيطوا له يسمعوه في مساله الغرفه السوداء، لكن غير قادرين انه يجيبوا رضا الدغزني، رضا الباروني وعبد العزيز الدغزني وراشد الغنوشي باش يسمعوهم، غير قادرين اليوم. النيابه العموميه اليوم تحمي في راشد الغنوشي لتنفيعه بالحصانه ويقبر هذا الملف الى الابد. خطواتكم اليوم خطواتكم القاضي طلبنا واضح استاذه ايمان جزاره طلبنا واضح، طلبنا تطبيق القانون، طالبين تطبيق القانون، عطينا شهاده حفظ يا سيدي ارضنا شكايتنا وعطينا حفظ. اما تخالط الراي العام وتخالط التوانسه هذايا لا سبيل اليه. اليوم احنا ناس يقولوا علاش نطوع؟ نطوع على خاطر نطوع لتحل تحقيق قضائي عن عام، ونطوع على خاطر نطوع لو قاعد استدعاء اي قيادي من قيادات حركه النهضه في ابحاث اوليه باش يسمعون في ابحاث اوليه. احنا اليوم امام هذا الوضع طالبين تطبيق القانون. واليوم المؤيدات اللي قدمناها للعوينه واللي قدمناها لمجلس الامن القومي واللي قدمناها للجورجيني اليوم باش ننشروها للشعب التونسي خليه يتفرج فاش النيابه قاعده تعمل، باش ننشروها بصورها وبوثائقها وخلي يشوفوا شكون اللي يهدد في الامن العام. استاذه يدفع على برهان السيس واضح واضح. برهان تفضل. مساء الخير استاذه. مساء الخير استاذة، حبيت نسألك على التحرك اليوم امام مكتب وكيل الجمهورية. ما تتخيلش اللي اليوم التحرك وطبيعة التحرك ومآلات التحرك يعني طرح مجموعة من الالتباسات حتى على هيئة الدفاع، يعني وفي نهاية الامر في عود يتم التركيز على الملف، شكل التحرك معناه خلق نوع اليوم من الصدام بين القضاة من جهة غدوة داعين للضرب والمحامين من جهة بعد التدخل الأمني. أولا تعطيناش حيثيات التحرك التدخل الأمني وما يراج عن التدخل الأمني، لين درا كان تدخل أمني عنيف وإلا لا، ثم لين درا اختياركم الاعتصام. ما تتخيلش يعني هذا الاختيار نوعا ما كانش غير موفق بالنسبة لشكل وأسلوب الاحتجاج؟ احنا التعاطي مع الملف والبحث فيه منذ 2 اكتوبر واحنا نبحثوا. الناس قالوا وينهم من مارس ما طلعوش وما شفناهمش في الاعلام وما جاوبوش على فلان وعلى فلتان، خاطر حبوا يخلقوا عركه بين المحامين وما حبيناش ندخلوا فيها. وسبق انهم حبوا يدخلوا عركه بين القضاة والمحامين وما دخلناش فيها. لكن قلنا احنا كي مشينا لوزير العدل وسمعنا 3 ساعات ما حكينا لحد، وكان شينا التفقدية العامة لوزارة العدل وحكينا لمدة أكثر من 4 ساعات ما حكينا لحد، وكان شينا المجلس الأعلى للقضاء مرتين وآخرهم يوم 19 أوت قدمنا لهم هاو بشير العكر مش عمل في ملف الجهاز السري، هاو كيف جسدوا ما حكينا لحد. وقت اللي يسمعوا فينا في البرجاني ونمشيو من الصبح لليل وعندنا نسيفنا غادي إلى حد أوت ما قلنا لحتى حد، خدمنا بضمير وخدمنا بكل حرفية لأننا نعرفوا اللي احنا أصحاب قضية عادلة. لكن اليوم شنو الخيار اللي بقى لنا احنا اليوم؟ شنو الخيار اللي بقى لنا اليوم على النيابه العموميه ان تاخذ موقف؟ اليوم على النيابه ان تاخذ موقف، جمعيه القضاة ما سمعناش صوت وقت اللي تهدد قاضي تحقيق 12. باش العكرمي يهدد قاضي تحقيق 12 وقال له ما تعلمنيش بالجرائم، هذه اللي اول مره نقولها، ما سمعناش صوت. ما سمعناش صوت، وما سمعناش صوت وقت اللي اسامي قضاة مذكورين في المحجوز نتاع ملف مستخذ. وعلمناهم. ومشينا للسيد رئيس مجلس القضاء وعلمناه، قلنا له قاضي التحقيق يتعرض للتهديدات، ومشينا رئيس جمعيه القضاة، ولكن هذا الكل ما فادش. احنا اليوم كي دخلنا له شو قلنا له؟ قلنا له اعطينا شهاده حفظ، ما شكايتنا ماهيش جديه وماهيش حقيقيه ونتبناه يا سيدي على راس الغنوش، يا خويا اعطينا شهاده حفظ. شو اللي مدينتنا احنا؟ مدينتنا القانون. احنا ناس طالبين تطبيق القانون. قال تو نهار الاثنين نعطيكم مآل شكايات، احنا المآل ما نعرفوه شنو، احنا طالبين قرار. غدر بكل استهزاء وقال هذا سرك تعملوا فيه. هذا سرك. ولهنا بدا التشنج وقلنا له احنا ما نتخرجين من بيروك الا ما ناخذوا قرار يا بالحفظ
جاوا الإحالة وجاوا القضاة الزملاء وكتاب كانوا حاضرين وشهدوا على عملية دخولنا كيفاش كانت بلا استئذان. واش صار بعد لقيتوا القرار هذايا؟ نعم قرار الحفظ أو الإحالة. قلنا له احنا تعطينا قرار حفظ أو إحالة وجاوا الزملاء قالوا لنا أعطيونا فرصة من هذا الدين باش نعطيكم مآل الشكايات. قلنا لهم راهو مآل الشكايات نعرفوها رانا عايشينه الملف رانا احنا عايشينه لكن هذا الكل هو قال لا ووقع اقتحام مكتبه اللي خرجنا بالقوة وقع تدافع كبير وقع تدافع بين المحامين والأمنيين في بيرو في الجمهورية وإخراجنا بالقوة ثم شكون معناها وقعت إصابات كما الأستاذ رضا الرداوي العميد من جراء هذا التدافع معناها ونظر للسن نتاعه وصحته داخل وخرجوا من قبل المحامين جات الحماية المدنية معناها خرجتنا واليوم يقولوا هذا توظيف سياسي ما وقالوا هذوما تابعين البيجي قايد السبسي وما وقالوا هذا الجبهة الشعبية. اليوم اللي قاعد يوظف الملف سياسيا هي النيابة العمومية في شكون تحمي اليوم في ساكتة وفي شكون تحمي اليوم كي تمارس في سياسة اللقظة وفي شكون تحمي لو كان خذوا قرار انا ما خرجناش ورمت ما كناش صوت شكرا لك استاذ. كيما العاده خطواتكم القادمه بعد نهار الاثنين؟ احنا اليوم دخلنا في اعتصام مفتوح بمحكمه تونس الابتدائيه وماناش خارجين منه مستعدين لكل التضحيات مستعدين لكل التضحيات لان نعرفوا حجم الكوارث. احنا اول بادره اليوم ان ندخلوا في اعتصام مفتوح الى حد يعطيونا قرار في هذا الملف يا يقبلوه يا يرفضوه. واضح. واليوم خذينا عهد على رواحنا باش نحلوا موضوع باش العاكم يرفض باش القضاء يحقق في الموضوع. احنا نحبوا الشعب التونسي باش يحقق. احنا اليوم باش ننشروا جميع الوثائق اللي لقيناها في ملف مصطفى خضر. جميع الوثائق الكل باش تهبط بتصورها ومحاضرها وكل شيء والرسائل نتاع البريد الالكتروني مع الاخوان المسلمين والصور الناس اللي تجسس عليهم والتقارير على المديرين العامين في وزارة الداخلية والمحافظ نتاع إدارة الاستعلامات وإدارة الأمن الخارجي. النيابة العمومية اليوم سفيان سليت يقول هذا يهدد الأمن القومي. نقول له اللي يهدد الأمن القومي اللي هو يتحوز على الكرتوش 662 عليه. شكرا لك استاذه ايمان جزار عضو هيئه الدفاع عن الشهيدين. اكيد المجال مفتوح لسفيان السليتي للنيابه العموميه لكل من تم ذكرهم في الباساج هذايا عندهم حق الرد على كل اللي تقال من طرف الاستاذه ايمان جزار. نرجع نواصل اخبارنا ونوصف المترشح الفائز في الدور الاول للانتخابات الرئاسيه نبيل القروي منافسه المترشح المستقيل قيس سعيد بالاسلامي المحافظ في حين قدم نفسه ممثل للحوار او المحور الحداثي الاجتماعي الليبرالي وفق تعبيره. وقال القروي أنه المعركة حاسمة اليوم بين محور إسلامي محافظ مثله سعيد والنهضة من جهة ومحور حداثي اجتماعي ليبرالي يمثله هو وحزبه قلب تونس. وعلى كل ناخب أن يختار معسكره وفق تصريحاته لجريدة البوان الفرنسية. هو من نكد الدنيا معناها أن نبيل القروي يصبح الآن ديكارت زمانه لكي يحدد نفسه على أنه رمز للحداثة وللتنوير في مقابل أستاذ القانون الدستوري الذي اكتشف نبيل القروي بعد قراءة خطاباته وتصوراته ورؤاه أنه إسلامي محافظ. هي استعادة بائسة لاستقطاب انتهى. كان يتصور نبيل القروي أو يريد أن يتصور نبيل القروي أنه الآن في وضعية 2014 وأنه هو الباجي قايد السبسي وأن في مقابله الآن المنصف المرزوقي وأن اللعبة هذه والحيلة هذه اللي تهزولها التوانسة في 2014 يمكن تنطلي مرة أخرى على الناخبين. في تقديري نحن الآن أمام آخر تجليات مهزلة منظومة 2014 وما قبلها من صراعات سيئة. قيس سعيد جاء في المرتبة الأولى ضمن سياق أصلا الخروج والملل وحالة القرف من هذه الاستقطابات الوهمية. يعني هو بعبارة أوضح
ذهب إليه هال 650 ألف اللي يؤمنوا اللي اليوم المرحلة هي مرحلة بناء وطني اقتصادي واجتماعي وتأسيس معناها لمستقبل تونس في مستوى بنائها المادي والعملي. العودة إلى استقطابات ثقافية ونظرية وإيديولوجية لا ينجمها نبيل القروي ولا ينجم يمثلها أصلا، ولا هو أيضا صعد بال 15% على هذه القاعدة، هو صعد على قاعدة استثمار في الفراغات اللي خلوها معناها أصحابه متاع منظومة 2014 اللي حكموا حتى 2019، وخلوها القوى اليسارية الاجتماعية والقوى الديمقراطية الاجتماعية، وهو كان عنده إمكانيات مالية باش يستثمرها. إذا كان ثم ناس انتخبت على قاعدة حداثة وعلى قاعدة معناها نمط مجتمع وعلى قاعدة الدولة، انتخبت رأي في الأسماء الأخرى، مش نبيل القروي. نحن في تقديري نحتاج إلى أنه نفهم بأن الانتخابات الجاية هذه الدور الثاني للانتخابات الرئاسية مش تكون متكافئة، لأنه مش تكون بين رجل فعلا يستحق أنه الواحد يتلفت له ويسمعه إيش باش يقول، وبين شخص صنعته صدفة فشل منظومة اسمها منظومة 2014. بوري نفسي سكيت تابعت الحوار في الجريدة الفرنسية، تعليقك عليه؟ بالتأكيد نجم تقول أي شيء عن نبيل القروي بالطبيعة، لكن علينا نسجل بكل بساطة في إطار المنظومة الديمقراطية أن هذا الرجل مسلسل في حبس تو ما ينجمش يتكلم، وخرج حوار عن طريق محاميه لجريدة لبوان اللي هذا باسم كل الديمقراطية في العالم وكذا، وضع غير عادي، وضع استثنائي، وضع غير طبيعي. شكون يتحمل مسؤوليته؟ قضية أخرى، قضاء المترشح نفسه، دوسيه القضائي الذي لم يحسم بعد والذي لم يصدر فيه حتى حكم، والمتهم يبقى بريء إلى أن تثبت الإدانة والإدانة النهائية. اتبقى أنا منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية لن أسمح لنفسي باستنقاص أي مرشح تعدى للدور الثاني. واحد انتخبوه 600 ألف، الآخر انتخبوه 500 ألف، خويا لاني باش نقول عليه بيه وعليه، وهذه لغة المقرونة وما المقرونة، هذه إهانة ل 500 ألف تونسي. إذا كان في تونس فما عباد تقاد لصندوق الاقتراع بجرد مقرونة، راكم قاعدين تسبوا في العباد هذه، مش تسبوا في نبيل القروي. نبيل القروي حتى بالمنطق هذايا لو نفترض انه صحيح، في نهاية الأمر دبرها عداها على العباد. أما كان نعتبره ونتبناه اللغة هذية والمنطق هذية، نحن لدينا في تونس في الديمقراطية اللي يفتخروا بها والانتخابات الحرة زوز مرشحين علينا واجب الاحترام تجاه أفكارهم، نناقشوها دون أي استنقاص. هذوك عنده 600 ألف، الآخر عنده 500 ألف، الآخر يقدم روحه على أساس أنه ليبرالي، هو ليبرالي في الحقيقة ولا يخفي ليبراليته. كيف يطلع من مدرسة من واحد قضية أخرى، لكن هذايا مترشح هزمت أمامه كما هزمت قدام قيس سعيد في نهاية الأمر، هزمت قدام قيس سعيد لكن هزمت قدام نبيل القروي زادة. هالماكينات المتعلقة بالمنظومة القديمة والمنظومة الجديدة، حركة النهضة هزمها نبيل القروي يا سيدي. حركة النهضة الممثل بتاع الإسلام السياسي اللي 2011 تعمل من أجل نشوفوا الإسلاميين داخلين للحكم، هاو هزمها زادة نبيل القروي في نهاية الأمر. بالتالي أعتقد نحن مطالبين بمثل ألا نتعامل بتبخيس واستنقاص للأستاذ قيس سعيد، فأيضا لا يمكن أن نتعامل مع هالظاهرة هذه أيضا بالتبخيس والاستنقاص. نناقش أفكار لكن مش احنا اللي نتمنى ومن حق الشعب التونسي اللي يلزمه يتمنى في ديمقراطية وانتخابات كاملة الشروط والمعاني. قيس سعيد هو اللي يناقش نبيل القروي، ونبيل القروي هو اللي يناقش قيس سعيد. لا حبيب بوعجيلة يناقش نبيل القروي، لا برهان بسيس يناقش قيس سعيد. لا يمكن أن يناقش بالنيابة عن أي مترشح أي حد. كان نحبوا نعملوا انتخابات كاملة الشروط. نختموا بالخبر الأخير مع تدقيق بسيط هو أننا عرض علينا تصريح، وإحنا كمواطنين وكمحللين تصريح، إذن هذا الشخص ليس مسجونا وإحنا سبيناه وهو ساكت. هذا الشخص صرح فعلقنا على خطاب، لا قلنا مقارونة ولا قلنا غيرها، برهان يجاوب في ناس خرين. لكن كلما نطق مترشح بكلام
حللنا ذلك الكلام كما عملنا اليوم مع قيس سعيد ومع كل من ينطق. بالتالي انت يا برهان تكلمت شكرا لك انت يا اخي عملت بلاصه وحدك هذاك برهان بس ما عندي برشا وقت احنا على الاخرين باش نوضح انك تكلمت على نقطتك انت لا لا كما طرقنا لحوارات قيس سعيد كيف كيف نبيل القروي وزوز معنيين بالدور الثاني للانتخابات الرئاسيه. نختموا بالخبر الاخير وين توجه رئيس حركه تونس الى الامام مرشحها للرئاسيه عبيد البريكي باستقالته لمجلس الامانه للحزب وذلك حسب تدوين لي واللي تقدم فيها كذلك بالتهنئه للفائزين. وارجع البريكي تقديم الاستقاله هذه الى النتيجه اللي تحصل عليها خلال الدور الاول اللي يوصفها بالكارثيه. السياسه تمارس بالمصداقيه في النهايه، وطبعا بعد تقييمي للنتائج للحصيله ومراجعه الرهانات يعني مهزوزه الرهانات في البدايه ارتعيت، وتجسيما لها الموقف ارتعيت طبعا تقدم الى مجلس الامانه بالاستقاله هذه، رغم انه ظرف نعرف ظرف دقيق نعرف ظرف انتخابات تشريعيه. طبعا تقديم الاستقاله لا يعني اني اغادر معناتها الحركه، انا ساظل مناضل داخل الحركه لانه الفكره عملنا بها مجموعه وسنواصل وساحاول من موقعي حتى قاعدي داخل حركه تونس للامام ان ادعم الانتخابات التشريعيه. استقال من الحركه لكن سيبقى ويعمل على دعمها في التشريعيه. موقف شجاع وموقف حداثي وموقف ديمقراطي في الديمقراطيات المعروفه والمستقره، بعد معركه انتخابيه الفريق الذي ينهزم من رأسه إلى مدير حملته يقدم نقده، يعني يقدم استقالته زعما في مرحلة أولى كإعلان للاعتراف بالهزيمة، ثم بعد ذلك طبعا باش يفيد الحزب نتاعه ويفيد الفريق نتاعه يقدم نقد ويقول نقده الذاتي ويقول وين الثغرات وين المشاكل، والحزب طبعا ياخذ هذاك التقييم ويعيد بناءه. المصيبة أنك تلقى أطراف أخرى مهزومة، إدارة حملتها مرتبكة، وضعها التعيس معناها، وجيت تسب وتعلق في مشجر. الأطراف هذه تقول لك أنا خسرت شوط لكن ما خسرتش لا 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 خسرت حاجة أخرى هذاك الشوط بعد إيش باش تعمل أنت كحزب، أما كأشخاص نعم أشخاص داخل الأحزاب يتحملون مسؤوليتهم. واضح برهان. نشاطر حبيب في موقف سي عبيد موقف لافت طبعا، خاصة أنه هو تقدم شخصيا تقدم يعني انتخابات، يعني توا مثلا طرحت الاستقالة على راشد غنوشي وسمعناها البارح، راشد غنوشي قد تكون مسألة شانتي كبير كحوار داخلي في وسط حركة النهضة، لكن راشد غنوشي لم يتقدم شخصيا. بتات راشد غنوشي كان يفشل في أنه يطلع البرلمان وقتها يولي مطالب بالفعل للاستقالة، ولكن عليه احترازات في تسيير حملة الشيخ عبد الفتاح مورو. أنا الشيخ عبد الفتاح تقريبا قلبي معاه بعد الهزيمة اللي تلقاها اللي ما تليقش لا بموقعه، وأنا من الأول كنت شاكك فما حاجة ما هذه المغامرة اللي خذيتها حركة النهضة، والشكوك بتاعي بدأت تتأكد اليوم من 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 الأحاديث اللي خارجة من داخل الحركة، وآخرها البارح سي محمد السالم يقول لك فما مؤامرة عملت من داخل الحركة على عبد الفتاح مورو. هذاك عليه عبيد البريكي، والانسجاما مع النتائج اللي كانت غير متوقعة تقريبا راك تنجم تنهزم في الانتخابات باثنين فاصل تنهزم بثلاثة يعني تقريبا بسكور حتى في الانتخابات التشريعية ما يخليكش تدخل للبرلمان، يعني وخطه في الانتخابات الرئاسية سي عبيد يبقى قامة لا يستنقص من شيء من قيمته من مسيرته سواء النقبية أو السياسية. هو تراجع على الأمانة العامة وهذا عادي ومفهوم، باش يبقى يعني مناضل في وسط الحركة بتاعه اللي أسسها. هذه كانت أبرز أخبارنا الوطنية اليوم، بعد شوية نستقبل ضيوفنا ونستقبل ضيف فغنديبونا في الليلة. سليم العزابي أمين عام حركة تحية تونس نستقبله بعد هذا الفصل. كشفت نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها مرور المترشحين قيس سعيد ونبيل القروي إلى دور ثاني من الانتخابات، وهو ما يعني إزاحة الطبقة السياسية التقليدية اللي حكمت تونس منذ ثورة 2011. النتائج اللي وصفها بعض المحللين والنقاد بالزلزال الانتخابي فتحت باب المراجعات على مصراعيها، خاصة للأحزاب الحاكمة في تونس، من بينها رئيس الحكومة يوسف الشاهد اللي جاء في المرتبة الخامسة في السباق الانتخابي بحصوله على 7.3% أي ما يعادل 249,049 صوت، بعيد كل البعد على المركز الأول لقيس سعيد ب 18.4%.
الشاهد دعا في أول تعليق بخصوص نتائج الانتخابات إلى ضرورة تدارك الخطأ والتوحد والتصويت بكثافة قبل موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 6 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى إدراكه للرسالة ليسعى التونسيين لتوجيهها للنخب السياسية. احنا نحترم نتائج الصندوق، اليوم يجب الوقوف على بعض الرسائل والاستنتاجات المهمة اللي جاءت في هذه الانتخابات، ويجب أن نلتقط هذه الرسالة. كنت نبهت إلى ضرورة عدم أن مرشحي الصف الديمقراطي يهاجموا بعضهم، وهذا كنت نبهت له. اليوم تشتت الصف الديمقراطي أدى إلى النتيجة هذه، وهذه مسؤولية الجميع. المكلف بحملة يوسف الشاهد سليم العزابي أقر بالهزيمة اللي تلقاها حزب تحية تونس والعائلة الديمقراطية بصفة عامة، داعياً الجميع إلى الالتفاف من أجل العودة إلى الساحة السياسية، مؤكد أن أسباب الفشل يمكن تلخيصها في 3 نقاط هامة، وهي التشتت والعمل الاجتماعي على المستوى الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على تقديم مشروع مقنع للشباب. هي هزيمة لينا، هزيمة ربة وزارة النافعة نجم نقولوا، اللي باش تفرض علينا مراجعات كبيرة وعميقة. وبلغت نسبة التصويت إجمالا في الرئاسية 45.02 داخل التراب التونسي، أي ما يعادل تصويت 3,010,980 ناخب، ونسبة 20.4% في الدوائر الانتخابية بالخارج. يشار أن الحملة الانتخابية للتشريعية انطلقت منذ يوم 14 من الشهر الجاري، والمقرر إجراءها يوم 6 أكتوبر داخل تونس، على أن يجرى الاقتراع بالخارج أيام 4 و5 و6 من أكتوبر. بعدنا سليمة العزابي مدير الحملة الانتخابية الرئاسية ليوسف الشاهد، وأيضا أمين عام حركة تحية تونس. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مساء الخير ملاك، وتحية لمشاهدي التاسعة. مرحبا بك سليمة العزابي. اليوم أسمعنا لك تصريح تقول هزيمة باش تفرض مراجعات كبيرة، تقييم أيضا يظهر للهيئة السياسية بدأت في التقييم في العملية التقييمية هذه منذ يوم أمس. وين وصلتوا؟ أهم الاستنتاجات، شنو اللي خلاكم توصلوا للنتيجة هذه اللي أنتم ما كنتوش كنتوا تأمنوا أكثر من ذلك، الوصول إلى الدور الثاني وحتى الوصول إلى كرسي كارتاج كاريما؟ شكرا ملاك. قبل ما ندخل يظلي في التفاصيل، ما نجموش ما نترحموش على الرئيس السابق زين عابدين بن علي، وربي يرحمه وينعمه ويصبر عائلته، وإذا يقبل كل شيء قبل ما نبدأ وما ندخلوا في التفاصيل. الحاجة الثانية أيضا اللي هي مهمة، اللي قبل ما ندخلوا أيضا في التفاصيل تخص تحية تونس، وليت هي عادة ما عادش نركزوا عليها، ولكن هذا استحقاق انتخابي تعدى وكان ناجح، ويلزم التوانسة يكونوا أيضا فخورين بالمسار اللي قاعدين نبنيوا فيه في تونس. هو مسار ديمقراطي، هذوما انتخابات معناتها رئاسية في دورتها الأولى سابقة لأوانها في ظروف خاصة بعد وفاة الرئيس الراحل بيجي قايد سبسي الله يرحمه، ولذا كانت عملية في حد ذاتها معقدة فنيا وسياسيا، وما نجمو كان اليوم احنا ننحني أمام قرار الشعب التونسي. كما قلت اليوم لا صوت يعلو فوق صوت الشعب التونسي اللي هو أعطاه كلمته، وهذا احنا ما نجمو كان نحترموه وننحنيه أمامه. من ناحية تحية تونس ومرشحنا سيد يوسف الشاهد، بتبع هذه هزيمة، ما نجموش نقولوا حاجة أخرى، هذه هزيمة لنا، ولكن الهزيمة هذه لازم نقرأوها نفهموها. فما العديد من الرسالات اللي بعثها لنا الشعب التونسي لازم نقفوهم ونحدوها، وإحنا البارحة كما قلت عملنا هيئة سياسية جمعناها وين بدينا في التحليل وفي المراجعات الداخلية. أين أخطأتم؟ والله يا ساعة قبل كل شيء فما تصويت نجم نقوله من قبل ما نخطو لنحنا أيضا كتحية تونس، فما تصويت عقابي. تصويت عقابي مش فقط نسمعت خاطر برشا في برشا تحاليل عقاب للمنظومة الحاكمة للسلطة، مش صحيح. هو تصويت عقابي إلى منظومة كاملة، منظومة كاملة، خاطر كان جاء تصويت عقابي للسلطة ولا لحزب حاكم ولا ليوسف الشاهد، راهي المعارضة هي اللي طلعت، ولكن النتيجة في الانتخابات برنت لي الأحزاب الحاكمة نتيجتهم خير برش من أحزاب المعارضة اللي شفناها، وأيضا تعطينا رؤية اللي القوى السياسية اللي طلعت جدا هي قوى سياسية خارج المنظومة. ولذا احنا في تحاليلنا الأولية اللي هذا تصويت عقابي مش فقط اللي نتحملوا مسؤوليتنا، واحنا عندنا نسبة من المسؤولية ونتحملوها وندخلوا فيها، ولكن قبل كل شيء هذا تصويت عقابي لازم مراجعة عامة للأحزاب الحاكمة، ولكن للأحزاب المعارضة، للنواب، للبرلمان، للإعلام أيضا، فما إعلام معين ساهم باش نوصلوا للوضع هذا متاع الرفض والتصويت العقابي، لازم تقييم كامل بعد الدورة الأولى الانتخابية. هو سليم العزابي حتى لسونداج
الاخرانيين كانت تعطي المرتبه الاولى للفايزين بالدور الاول الانتخابات الرئاسيه. يقول قاي شنو اللي عنصر المفاجاه اللي ظهر لكم انتخوتون؟ لا هو احنا مش حكايه المفاجاه، هي الفرق الموجود، الترتيب، النسب، نسبه المشاركه اللي ما كانتش ايضا في المستوى 45% نجم نعملوا اكثر خاصه في اطار انتخابات رئاسيه. المفاجاه ما كانتش على المستوى هذا، المفاجاه كانت خاصه على مستوى الترتيب، على مستوى كما قلت انت الفارق ما بين المترشحين. ولذا احنا في حركه تحيا تونس بدينا في التقييم تاعنا، اولا يظل فما ثلاثه رسائل تخصنا احنا كحركه وكمرشح السيد يوسف شاهين. قبل كل شيء فما نقطه تخص التشتت، ما نجموش نغطيو عين الشمس بالغربال، التشتت لعائلتنا السياسيه تكلفلنا غالي ونتحملوا ايضا كل المسؤوليه. احنا عندنا مسؤوليه في هذا، ولكن مش كان احنا فقط. فما التشتت اللي هو فرض علينا اللي اليوم ما كناش عندنا مرشح من عائلتنا السياسيه في الدوره الثانيه، وهذه اول نتيجه نتاع التشتت. الحاجه الثانيه ايضا هو كما قلت ايضا هو غياب تقريب سياستنا الاتصالية باش نفسروا للتوانسة وخاصة للفئات الضعيفة والطبقة الوسطى شنو الحكومة وشنو السيد يوسف شاهين كان عمل في العامين ونص وثلاث سنين اللي كان فيها، على مستوى منظومة تحميني، على مستوى العائلات المعزة والمناحة، على مستوى الحظائر، على المستوى كل هذا، على مستوى إصلاح الصناديق الاجتماعية ما كناش قادرين باش نفسروه باش نوصلوه، وهذا نقص على مستوى الاتصالي وأيضا نقص على مستوى البرامج اللي اقترحناهم في هالثلاث سنين هذيا. لازم نمشيو اكثر، الاصلاحات الكبيره مهمه، العجز الميزانيه والنمو والسياحه والامن، ولكن هذيا ما التونسي ما شافوش في حياته اليوميه على مستوى غلاء المعيشة، على مستوى حياته اليومية ما شافوش. والتونسي اليوم في حقه وهو عنده الحق باش يحاسب اللي كانوا في الحكم على أساس حياته اليومية. الحاجة الثالثة أيضا اللي تقريبا فشلنا فيها هي باش نكونوا قديم باش نبلورو رسالة وبرامج للشباب. الشباب ما كناش قادرين، بالرغم اللي مرشحنا كان شاب، بالرغم اللي في حملتنا كان عديد من الشباب، ولكن فشلنا ولازم نقروا. هوني ما توجهتلوش كيفاش توجهنا له، ولكن ما توجهنا ولكن فشلنا في نوصل الرساله كما تكون، وكنا قادرين باش نبلوروا معناتها برنامج يكون على مستوى انتظاراته. التشتت، الفئات الاجتماعيه والطبقه الوسطى، واخيرا الشباب، هذوما ثلاثة معناتها المحاور اللي الحقيقة خلطنا لهم توا في التقييم تاعنا. طعنتوا في النتائج؟ طعنا في النتائج. الأسباب؟ طعنا في النتائج فعلى عديد صاروا عديد من الإخلالات، ورينا رينا الحقيقة مصالح اللي اليوم المرشح يوسف الشاهد يقدم طعن على مستوى النتائج والفريق القانوني اللي خدم عليه. تم معناتها إيداع الملف اليوم على مستوى ليزي. مع شكون تتقاطعوا اكثر والاقرب ليكم اكثر، وشكون باش تساندوا دايوغ في الدور الثاني بين قيس سعيد ونبيل القروي؟ والله هذه النقطة البارح طرحت في جدول الأعمال بتاع الهيئة السياسية، والحوار مازال مفتوح. اللي نجم نقولوه اليوم اللي قبل كل شيء هو يوسف الشاهد، قبل كل شيء قبل ما يكون مع شخص العملية، هو يوسف الشاهد حامل إلى مشروع وحامل إلى رؤية، والمشروع هذا والرؤية هذه غايبة في الدور الثاني. لا زوز مرشحين اللي موجودين في الدور الثاني اللي ترشحوا ما همش حاملين نفس المشروع اللي حركة تحيا تونس وسيد يوسف الشاهد كانوا حاملينه، ولذا يلزمها معناتها قراءة، ويلزمها نلقاو معناتها يصير حوار داخل الحركة. وإحنا حتى الهيئة السياسية ما كانش قادرة باش تحسم النقطة هذه، وخيرنا نعملوا مجلس وطني اللي هو فيه أكثر معناتها فيه تمثيلية الجهات. مقسومة الآراء داخل الحركة، مقسومة في اثنين يظهر. فما مقسومة الآراء داخل الحركة، والحوار موجود، ويلزمنا نلتقطوا أيضا الرسالة اللي صار نهار الأحد، ماهيش رسالة معناتها بسيطة. يلزم اليوم حركة تحيا تونس تكون في المستوى وتحاول تفهم الرسالة هذه يعني وتتقطع. نجموا تصوتوا أو تدعيوا للتصويت بورقة بيضاء مثلا؟ كل أو إلى عدم المشاركة أو إلى المقاطعة؟ عدم المشاركة كحزب يحترم نفسه وحزب ديمقراطي، وإحنا نقولوا اللي راهو يلزم معناتها التونسي يمشي يصوت وندعو التونسي باش يصوت، ما نجموش نمشيو في المقاطعة. وأنا كأمين عام نرى اللي يلزم كحزب يحترم نفسه يكون عنده موقف، حتى كان الموقف هذا تقريبا شخلق شوية معناتها جدل داخل هيكلنا وداخل حزبنا، ولكن هذه حاجة نراها إيجابية في إطار حزب ديمقراطي باش يطرح المسائل هذية وما نكونوش معناش موقف، لازم الموقف يكون عنه. لكن في المزاج العام سي سليم معناها دائما كل حزب صحيح ينجم المرشح متاعه اللي على قاعدة برنامجه
ينجم يكون فشل برنامجه الشامل، لكن بعد وقت اللي يبدأ في الدور الثاني كل الأحزاب في الأخر تختار في المرشحين الزوز شكون اللي المزاج العام للحزب هذاك يميل له أكثر. أنت تنجم تقول لنا الآن على الأقل كأمين عام، لأنك أنت مش فقط ساعي بريد، معناه أنت صاحب، أنت توجه الأفكار، تنجم توجه الأفكار داخل الحزب، تنجم تعبر على أفكاره العام مع خطه العام. بالتالي وين تحيا تونس يشوف روحه أكثر، مع قلب تونس و شو اسمه نبيل القروي، وإلا مع قيس سعيد؟ يعني وين في الحقيقة أنا كأمين عام وكسليم عزيمي عندي موقف عندي موقف مش ندافع عليه داخل هيك الحزب، ولكن نرى اللي اليوم قيس سعيد كمرشح للدور الثاني هو كشخص لازمنا ساعة نتعرفوا على أكثر على مواقفه اللي في البرامج متاعه وفي المواقف متاعه، ولكن احنا ضد فلسفة التخويف وردوا بالنا وهو الاخطر، وهذه بعض الشعب التونسي يعطاه ثقته. احنا اليوم قاعدين معناتها بكل رسانة قاعدين ندرسوا في الوضع، معناتها ما فمش شيطنة مش نعملوا احنا شنو اللي معلينا العباد. احنا شيطنوا يوسف الشاهد وقالوا ديكتاتور وقالوا بشي دلس الانتخابات وقالوا هو معناتها تحت القضاء وهو تحت الإعلام. شفتوا اليوم شافوا التوانسة اللي زوز انتخابات صاروا في تونس ويوسف الشاهد رئيس حكومة وصاروا في أحسن الظروف، وكان أول مرشح اللي خرج نهار لحد باش يهني الفايزين وباش يهني الشعب التونسي بالنتيجه واستعرف بها. ولذا احنا مانيش ندخلوا في الشيطنه، بالعكس ما نحبوش ندخلوا في الخطاب، بالعكس احنا نحبوا نحاولوا نلتقطوا الرساله هذه. اليوم قيس سعيد ونبيل القروي في الدور الثاني، البارح سمعتوا فما اراء مختلفه، انا عندي راي باش ندافع عليه داخل الهيكل. نجم نفهم من كلامك اللي هو على الاقل عاطي توجه الحقيقه، معناه عاطي تصور، ما نشيطنوش نسمع الراجل إلى آخره، في حين لم تقل شيئا على المرشح الثاني. إذن أنا أستطيع أن أجزم، خصوصا وأني نعرف مواقف تحية تونس السابقة ومواقف الحكومة ومعركتها ضد الفساد، لكن يبدو أنها أميل إلى حسم أمرها بأن لا تصوت لشخص عليه شبهات فساد، ولكنها قد تفكر في التصويت على شخص تتعرف عليه أكثر. هو الحقيقة أنا مانيش موافقة كنت تحلل في كلامي، ولكن أنا نحب أقول اللي اليوم حركة تحية تونس ما عندهاش مرشح ومش داعمة حتى مرشح من الزوز اللي كانوا عندهم اللي جاي عندهم الشرف باش ياخذوا ثقة الشعب التونسي. تبقى اليوم باش نرجع لقيس سعيد، الحقيقة فما زادة تخوفات حول معناتها الأطراف والأحزاب والشخصيات اللي قاعدة تدعم فيه، وفي وسط البارح في الهيئة السياسية فما عديد من التدخلات اللي معناتها فما نحبوا نفهموا أكثر، الحقيقة مانيش فاهمين أكثر. وإذا احنا اليوم في إطار حوار داخلي قاعدين نشوفوا فيه، والحركة مازالت ما حسمتش أمرها في الوضع. طبعا المحطة الرئاسية بالنسبة لتحية تونس أصبحت في حكم الماضي وراء ظهوركم، استخلاص النتائج يعني بالتأكيد أنا أعجبني موقف الإعلان على الخسارة في نهاية الأمر، ما كانش عندكم حتى عقدة، خرج المرشح في وقت قياسي تقريبا أول مرشح خسر في الانتخابات هذه خرج وتكلم، أنتم الآن موجودين بالطبيعة اختيار جيد في طريقة التعامل مع الخسارة، لكن الأهم تنجم تكون اختيار تكتيكي، ما هو استراتيجي اللي هو استخلاص الدروس، خاصة أن الأمر يتعلق بمحطة موالية قريبة استراتيجية في نظر تقريبا معظم المتابعين في السياسة يعرفوا اللي هي تتعلق بها مصير البلاد أكثر من الانتخابات الرئاسية، وهي المحطة التشريعية. هل ما زال لديكم سليم العزابي أمين عام لحركة تحية تونس يعني الأمل في إمكانية تدارك الأخطاء، وأنت اللي كنت تحكي عليها قضية التوحيد، قضية هذا الصف الذي واجه الانتخابات مشتتا إلى الآن، العباد ما تعرفش علاش الصف هذايا الديمقراطي خرج بيوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي وناجي جلول ومحسن مرزوق وش اسمه سعيد العايدي وسلمى اللومي، حتى التو العباد ما هيش فاهمة إلى الآن الحكاية هذه اللي في نهاية الأمر أعطت هذه المجزرة للعائلة هذه اللي هي أكثر عائلة، صحيح المنظومة خسرت لكن المعارضة ما عندها ما تخسر، التيار الديمقراطي باقي في المعارضة، الجبهة الشعبية باقي مش في الوقت. أما هذه عائلة كانت في الحكم وبنات طموحات ووجهت خطاب للشعب وكذا، هل التشريعية حسب سليم العزابي قادر أنه يتم التدارك فيها من الزاوية هذه؟ تنجموا تتلموا مع بعضكم؟ يلزم
فنيا كيف باش يكون؟ باش نقول لك فنيا صعيبه العمليه وباش نطرح. قبل كل شيء نحب نقول اللي انت قلت صحيح، اليوم صار تصويت عقابي، عاقبونا احنا في الرئاسيه وعاقبوا عائلتنا السياسيه موافقك. احنا الرساله نحب نقولوها، عاقبتونا داكورد، ولكن في التشريعيه ما تعاقبوش تونس، عاقبتوا منظومه في الرئاسيه، عندكم الف حق، ولكن في التشريعيه مهمه وما نعاقبوش تونس. معناتها ما نعاقبوش تونس، معناتها ما نخليوش البلاد في يد قوة سياسية وحدها ولا لون سياسي وحده. اليوم أهم حاجة هو اللي نكونوا قادرين باش يكونوا عنا كتل برلمانية ولا كتلة برلمانية قوية لحركة تحية تونس ولي أيضا الأحزاب اللي تشابهها، باش تكون قادرة باش تعمل التوازن داخل المجلس. وراه ما تنساوش اللي راه نظامنا ودستورنا، صحيح الرئاسة مهمة ومهمة جدا برمزيتها بصلوحيتها، عن عمرنا ما كنا من الأطراف السياسية اللي تقول للرئاسة معناتها دور سوري ولا باش، لا، الرئاسة عندها دور مهم ومهم جدا، ولكن التشريعية والبرلمان عنده دور أهم، أهم فيما يخص الحياة اليومية للتوانسة اللي هما اليوم متقلقين منه. وإذا احنا اليوم شو نقوله؟ نقوله يلزم التوانسة يمشي ويصوتوا للتشريعية، يلزم احنا أيضا نكونوا قادرين باش نكونوا معناتها نبدلوا الخطاب السياسي متاعنا في وقت قياسي، ونحاولوا نتأقلموا مع مطالب اليوم شعبنا اللي هو أهم حاجة لنا، ننتشروا في الجهات. وإحنا اليوم حزبنا جاهز، وبدأ الحملة التشريعية متاعو من نهار الاثنين، كنا جاهزين، ما حبيناش نبدأ نهار السبت باش ما يصيرش لقط بين النوامر، تعرفوا برشا نوامر في التشريعية ونوامر في الرئاسية، حبينا نمشيو بعد نهار الاثنين بعد النتائج. واليوم حزبنا جاهز في 27 ولاية داخلية و 26 دائرة، 27 دائرة داخلية و 6 دوائر في الخارج، والحملة بدأت. لذا احنا اليوم حزبنا جاهز وتحية تونس جاهزة للتحدي التشريعي. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية كيفاش باش نلموا؟ باش نلموا البارح ساعة في الهيئة السياسية، النقطة هذه كانت مهمة، وقررنا بعث لجنة اللي هي باش تدخل في الاتصال مع الأحزاب اللي تشابهنا. شكونهم معناتها باش نحاول نحصلوهم؟ شكونهم؟ فما سي عبد الكريم، خاطر نحب ولا نكره سي عبد الكريم الزبيدي في الحملة الانتخابية مانيش نرجعوا لها، مش رجعولها، ولكن وانا بيدي جيتوني في اطار معناتها وقت اللي في الحمله كانت عركه اللي تعاركتوه مع بعضكم اكثر من اللي يظهر تقابلتوا قبل ايامات من 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 الحمله من الدور الاول للرئاسيه. في كل حمله فما شويه معناتها تجاوزات، فما شويه معناتها شويه كما نقولوا في الكوره تولي كي الدربي، وصاروا حتى تجاوزات اللي احنا ما حبيناش تصير، واحنا نتحملوا نسبه من المسؤوليه هذه. ولكن مرشحنا سيد يوسف شاهد خرج وقال راكم فو ترومبي دينمي، راهو يوسف شاهد ماهوش عدوكم، راهو يوسف شاهد ماهوش منافسكم، المنافسين نتاعنا في الجهه الاخرى. ولكن الغالب في الحمله هذه صار معناتها قصف عشوائي على المرشح يوسف الشيط من العديد من الاطراف من عائلتنا السياسيه. ولكن احنا اليوم ماناش ندخلوا في المسؤوليه، حبوا الصفحه هذه نطويوها، ما نقطعوهاش خاطر نستخلصوا العبره منها. كيفاش كان التفاعل من نطويو الصفحه؟ او شنو احنا الحقيقه اش تقصد سليم بالحديث مع عبد الكريم الزبيدي؟ عبد الكريم الزبيدي ما عندوش حزب، ما عندوش كذا، يعني شنو بالضبط؟ نجمش توضح لنا ايش حاصل بالضبط؟ سي عبد الكريم مهدي جمعه ايضا، معناتها اليوم يلزم نكونوا قادرين باش نحاولوا نجمعوا اللي نجموا نجمعوا. كل واحد شايف توا شنو وزنه معناتها في الانتخابات، نعرفوا كل واحد معناتها شنو الوجود الميداني والحزب. يقول كل واحد ماشي بالقائمه نتاعو، ما كيفاش باش يتجمعوا؟ اللهم بعد الانتخابات نجموا نجمعوا على اساس ثلاثه حاجات اساسيه، وانا نرى اللي مهمه باش نقولوا لعائلتنا السياسيه اللي فما حركه تحيه تونس موجوده، ولكن حركه تحيه تونس باش تسعى الى وجود ارضيه توحد، خاطر كما قال برهان اليوم ليزي ما تسمحلكش حتى باش تسحب القائمه فنيا، ما تنجمش تسحب القائمات الموجوده في الجهات. احنا عندنا فلسفه وعندنا رؤيه مبنيه على ثلاثه محاور. الحاجه الاولى ساعه نطويو الصفحه، نطويو الصفحه وكل واحد يتحمل مسؤوليته وما عادش نرجعوا له، غلطنا كل واحد من جهته، اليوم لازمنا نقدموا فما تونس موجوده. ولازم كما قلت شيء سيد سليم، وقف اطلاق النار في التشريعيه يزي برا توجيهها هي اديها شيء اديها شيء وقف اطلاق النار في اطار معناتها امباكت دو نون اغريسيون. بالضبط خويا، ما عادش نطيحوا في الاغلاط نتاع الحمله الرئاسيه، هذه كنقطه اولى. النقطه الثانيه نجموا نتعهدوا باش نكونوا مع بعضنا في كتله موحده داخل المجلس، نجموا نتعهدوا فيه من توا قدام التوانسه نتاع عائلتنا السياسيه، ما نجموش على بعضنا ونتعهدوا قدام التوانسه اللي باش نكونوا بالوان المختلفه في اطار كتله موحده في المجلس. عبير موسي تحكيوا معاه؟ عبير موسي صار قبل ما تفل الحمله الانتخابيه، الحقيقه فما طرف اجتماعي كبير في تونس، منظمه كبيره حاولت تلمنا الكل، وعبير زاد عيطوا لها، ما زلنا ما لقينا الاتحاد العام تونسي الشغل يعني؟ لوتيكا
لوتيكا حتى انا ترجعت خايف من الاتحاد مش تكون سكوب هذه الحكايه حقيقه عمل دور كبير باش يحاول يلمنا حتى نهار الجمعه في الليل وصاروا انتصارات حثيثه مع فريق عبد الكريم لا مش عارف تدخل تاخر ولكن اليوم في التشريعيه اليوم مازلنا ما بديناش الاتصالات احنا البرك امبارح في الهيئه السياسيه ولذا كما قلت احنا الحاجه الاولى كما قلت انت ما نهجموش على بعضنا في الحمله الرئاسيه في التشريعيه اثنين نتعاهدوا اللي باش يكونوا في كتله موحده وثلاثة نتعهدوا اللي باش يكونوا عندنا برنامج على الأقل على أساس معناتها رؤية موحدة ثلاثة أربعة خمسة محاور في كلمة زادة كما قلت تعبير قلب تونس هل الإشكال ما بين رئيسه والموقف منه في الرئاسية حاجة وهو المتقدم للتشريعية وأنا نعرف اللي حتى على مستوى الأشخاص ورؤساء القائمات هذو الناس كانوا معاكم وخرجوا وأنتم كنتوا معاهم وخرجتوا وكذا في الواحد هل سيكون لكم موقف التنسيق معه في التشريعية أو لا؟ لا ليس سيكون لنا موقف من التنسيق مع حركة حزب قلب تونس مش نكونوا عنا معناتها تنسيق أنا كما قلت حصرتهم في ثلاثة ولا أربع أحزاب اللي نراهم قرب لنا اللي نجموا نبنيوا معهم ولكن أيضا ما نجموش نوسعوا إلى ما لا نهاية له وقلب تونس مش معني أنا سمعت التقييم متاع سي سليم حتى مش كان اليوم وبصراحة معناها وضع أصبعه على حاجات يلزم أي حزب أي ناشط سياسي بعد تجربة كما معركة الرئاسية يقولها وين غلطنا كان كلام في جانب كبير منه أنا معناها يستمع إليه خصوصا في قوله أنه مش نسمعوا الشباب مش نسمعوا وفكرة أنه في الأخر كلها خسرت صحيح أنا معاك في أنه كلها خسرت مش كان السلطة حتى المعارضة نفسها خسرت لكن والرئاسية ستؤثر على التشريعية لكن خسرت في اتجاه ماذا باه في منظومة 2014 خسرت بواحد من داخلها يعني اللي هو لونتي سيستام متاعها يعني بعبارة أوضح خسرت بجناح التمرد فيها يعني اللي يحب يتمرد يمشي حاجة أخرى وخلينا نقول الثورة ولا المنظومة الأخرى ربحت لكن مش بأحزاب متاع الثورة وإنما ربحت بقيس سعيد اللي هو من خارجها بلاش ماكينة وكذا ولكنه ما ينجمش يكون محمول على المنظومة القديمة دونك المزاج العام متاع اللي أعطته الرئاسية هو مزاج تغيير هو مزاج تجديد هو مزاج إيمان أنه يلزمك تجدد القديم معادش به تحية تونس اللي هو تقول لي يستفيد ولا ما يستفيدش من المزاج اللي عملته الانتخابات الرئاسية أنا أقدر هكذا تحط على الأول وتقول الأحزاب الثورية تنجم تستفيد من 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 مزاج الانتخابات الرئاسية خاطر موش باش ينتخبوا القيمات المستقلة دونك الناس باش تقول مدام مزاج ثوري خلنا نعطيهم حظهم في البرلمان تحية تونس ها وين ينجم في تقديري يستفيد عندما يضعوا في اعتباره هذا الجديد توك نسمع حكاية توحيد العائلة ويسألك على عبير تقول له ايه ممكن نناقشه معاها وكذا انا نقول لم ما وصلش الدرس اذا ما وصلش الدرس في انه يا ولدي ايه في جديد راهو معناها الانطباع اللي يلزمكم تمشيوا فيه تمشيوا في جديد تمنوا هيك الجملة الثانية متاع يوسف الشاهد اللي احنا نامن انه ثم انتقال ديمقراطي وثم ثورة هيك الجملة الثانية مش الجملة الأولى متاع الاستمرار في القديم فكي تقول لي مش نرجعوا ونوحد ماش كنت واحد تحية تونس انتم تبنيتوا على الأقل على عنوان أنه تحبوا تخرجوا من بطء القديم في تغييره هي جاتكم الرئاسية قتلكم الشعب يحب تغيير كامل والمنظومة كاملة القديمة يحب يواجهها انت متنجم تستفيد بالتشريعية ما تستفيد من الرئاسية في التشريعية أنا تقديري تحية تونس إلا إذا كان يمشي طول على أنه حاجة أخرى مش هذوكم هذه حكاية توحيد العائلة وترجع لهم راك باش ترجع للخسارة أنا في تقديري معنا في تحليل لا لا لا, لا كل حزب باش يتصرف وحده تماشي تلافات الناس مع تلاف الكرامة أنا نحلل في أنه الرئاسية هاو كيفاش باش تأثر هي صحيح الرئاسية باش تأثر لكن الرئاسية ستؤثر في في مزاج الناخب نحو مزيد الإيمان بأن التغيير والتجديد ممكن وبأن القديم يحتضر إن لم يكن قد مات فضل سليم عزيز لا احنا كما قال سيد يوسف الشاهد احنا نأمنوا بالثورة واحنا كان اليوم قاعدين نحكيوا في البلاتو هذا خسرت ثورة معناتها احنا معناتها هذي ما فماش معناتها
احنا في حركه تحت تونس هذه واضحه عندنا. تبقى اليوم المشروع اللي نحمله فيه واللي يحمل فيه السيد يوسف الشاهد ويتحمل فيها تحيه تونس عنده معناتها نجم نقولوا فما احزاب حكمنا معاه كنا مع فرد حزب عندنا تقاطعات كبيره على مستوى البلد. انا عبير موسي نتاع قصا ونتاع مدري شنو انا عبير موسي تعاود القديم كما هو تقول لي اي نحكيو معاها لا ما حكيتش معاها احنا ما حكيناش قلت لا انا قلت فما منظمه قلت فما منظمه وطنيه حاولت قعدنا مع بعضنا ما قعدناش معاها اي معنى صعيب انكم صعيب جدا الحقيقه صعيب حاجه صعيبه خاطر بعد على بعضنا على مستوى العديد من النقاط فيما يخص الرؤيه نتاعنا وبرنامجنا سيب احنا قلنا فما زوج ثلاث احزاب اللي نجموا نقربوا لهم اللي هما اليوم معناتها المشروع اللي حمله سي عبد الكريم زبيدي اللي هو كان فرد حكومه ومزال فرد أيضاً. حكومه وسي وسوشيت معناتها ما فماش اختلافات كبيره نجموا نتجاوزوها خاصه سي عبد الكريم هذه معناتها حاجه مهمه ولكن كشخص. ايضا كشخص وكايضا كاطروحه سياسيه طرح داخل الحمله الرئاسيه ثم بالطبيعه عمرنا ما سكرنا الباب احنا مع محسن ومع سلمى ومع اللي سماهم معناتها برهان الكل احنا ديما يدينا ممدوده اليوم باش نحاولوا نوحدوا اكبر ما يمكن في اطار ارضيه موحده عبير صحيح اليوم عمرنا ما قعدنا معها ما قعدناش معها خاطر فما اختلافات عميقه وكبيره فما المهم والأهم أنت والخطورة الوضع أنت والتوازنات السياسية ما نحبش نكون معناتها في النقطة هذه معناتها عندي موقف قطعي ولكن مهم لليوم نحدوا لكونتور متاع بالنسبة لمهدي جمعة سليم بيسير مهدي 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 معانا معناتها ما فماش مشكل معناتها مش ما فماش مشكل ما نفهمش كيفاش يوم من هذا مازلنا مش معانا بعض معناتها يلزمنا نلقاو حل مع مهدي اليوم قبل غدو نختم برسالتك لقواعدكم اللي في وقت من الأوقات اتهمتكم بتغييبها تقول لك خدمت وما لقيتش ما لقيتش ما لقيتش الأسماء هذه متاع القواعد في أن طونك تيت دو ليست ونلقاو رجال أعمال أخرين دون استشارتنا دون تشريكنا في الخيار هذايا وفي القرار هذايا شنو رسالتكم اليوم اليوم قبل أيام من التشريك؟ قواعدنا الحقيقة أنا من هوني من نجم كنسة عن نشكرهم ونحييهم والسيد يوسف الشاهد معناتها كمرشحنا أول كلمة كانت ليهم المناضلي حركة تحية تونس وأنصار حركة تحية تونس أنا من هوني من نجم كان حيوم وقلهم بارك الله فيكم على الخدمة اللي قمتوا بها في حملة رئاسية كانت صعيبة وقصيرة وكنا معناتها تحت كما قلت قبيل القصف كانت حملة مش سهلة للمناضلين في الجهات والنتيجة صحيح ما كانتش في معناتها كما كنا ننتظروها ولكن اليوم عندنا رصيد متاع 250 ألف صوت اللي تحصل عليها حملة السيد يوسف الشاهد والسيد يوسف الشاهد ال 250 ألف صوت اليوم يلزمنا نحافظوا عليهم ويلزمنا ايضا نطوروا معناتها ونزيدوا نقنوا اكثر التوانسه بالمشروع نتاعنا وبالفكره نتاعنا. احنا شقلنا قلنا اليوم الصفحه نتاع الرئاسيه طويناها احنا كحزب يلزمنا نكونوا موجودين باش نفهموا اللي راهو التشريعيه مهمه ومهمه جدا في تونس 2 وين باش نصوت قائمه 35 بدات تخدم نتاع سي هشام لازمها تخدم على روحها في الجهات الكل لازمهم يخدموا على روحهم واحنا اليوم رسالتي لهم اليوم فما معناتها تحدي كبير وكبير جدا لتونس التشريعيه مهمه ومهمه جدا ويلزم نكونوا قادرين باش نعدلوا الكفه في التشريعيه باش ما نخليوش بلادنا تمشي بين يدين قوه سياسيه وحيده وتكون فما التنوع داخل الدوله التونسيه في برلمان ورئاسه ويكون ايضا فما اطروحه سياسيه اخرى مختلفه من اللي شفناها في الرئاسيه. السؤال الاخير بربي تسليم على ضوء التصريحات الجديدة ما بعد الانتخابات الرئاسية يعني الناس لابت عليكم برشا العلاقة الملتبسة بحركة النهضة رغم أنتم وضحتوا علاقة الحكم في نهاية الأمر ائتلاف الحاكم اللي تبقى هو حركة تحية تونس حركة النهضة وحركة مشروع تونس تقريبا هذه آخر حكومة هذا آخر شيما بوليتيك بتاع الحكومة مكون من العناصر الثلاثة هذه نداء والمشروع والنهضة وتحية تونس والمبادرة والمستقلين آخر حاجة بالوهم ورغم ذلك طبعا العباد ماهيش تشوف هذا الكل، بتشوف انتم وحركه النهضه. اليوم نسمعوا في قيادات حركه النهضه رجل غنوشي على راسه يتحدث على انه التوافق هذا ما عادش يعنينا، احنا الان الثوره والتيار الثوري وفي الصف الثوري. هل هناك مراجعه في تقديركم لعلاقتكم مع حركه النهضه؟ خاطر الناس راهو تنتظر ايضا وتبدا تتخيل في تشكيله البرلمان القادم، العباد تحب تصوت على اساس ما يمكن ان تتوقعه. هل يمكن نهار اخر العباد ناسكم جمهوركم جمهور كبير من العائله هذه بقوسين يحب يعرف نهار اخر كيف باش تواجدوا برلمان باش تعاودوا تحالفوا مع حركه النهضه؟ هل باش تكونوا في حكومه مع بعضها؟
نجموا تكونوا في حكومة مع حركة النهضة، أم أنه اليوم جزء من مراجعاتكم ما بعد نتائج الانتخابات الرئاسية باش تطرح هذه المسألة على طاولة النظر؟ الحقيقة احنا ديما قلنا فيما يخص حركة النهضة اللي موقفنا احنا واضح، موقفنا من حركة النهضة اللي احنا عندنا مشروع مختلف من حركة النهضة، ماناش في نفس العائلة السياسية، ولكن احنا قراءتنا ليها مش نفس القراءة متاع اطروحات سياسية اخرى اللي هي اقصائية اللي هي رجع العباد في الحبل. احنا موقفنا كان واضح من الاول ومشينا فيه، وجينا في اطار معناتها حركة تحرير تونس في حكومة موجودة، لقينا النهضة موجودة فيها، تعاملنا معها على اساس خريطة الطريق واضحة، على اساس اولويات واضحة، الاصلاحات، الاستقرار الحكومي، ثلاثة اربع نقاط مهمة. بقى اليوم موجودة هذه كما قلت برهان على الطاولة نتاع النقاش داخل الحركة فيما يخص التحالفات اللي باش تخرج من بعد البرلمان بالضبط. واحنا اليوم كان نحبوا نستخلصوا العبرة ونلتقطوا الرسائل اللي جات في الحملة الرئاسية والنتائج تاع الحملة الرئاسية، مفروض علينا نطرحوا ملف النهضة والتحالفات بصفة عامة على هيكلنا باش ناخذوا قرار المرة هذه، ما بعضنا الكل وقرار يلزمنا الكل، ولكن احنا قرارنا باش يكون داخل حزبنا. شكرا لك سليم العزابي امين عام حركه تحيا تونس، شكرا لك على حضورك معنا وعلى التفاصيل هذه الكل. بعد شويه نستقبل كل من ناصر العمدوني رئيس قائمه تونس اخرى بباجا، خليل قنطاره رئيس قائمه حراس البلاد باريانا، وجمال ساسي رئيس قائمه البديل التونسي باريانا، نستقبلهم بعد هذا التقرير. بعد أن أعلن رئيس حزب البديل التونسي مهدي جمعة في اجتماع شعبي بقصر المعارض سوسة عن مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية بقائمة تعطي الأولوية لكفاءة الحزب في كل الولايات والانفتاح على التحالفات الانتخابية الممكنة، اليوم البديل يتقدم ب 33 قائمة انتخابية في جميع الدوائر، وعند دائرة أريانا القائمة الحزبية اللي يترأسها جميل سيسي تسعى لخلق الفرص وحل أزمة المواصلات وتفعيل دور الثقافة. برنامجهم ينطلق من تشخيص الواقع وإيجاد الحلول. حراس البلاد قائمة عدد 13 وهي مستقلة يترأسها خليل قنطارة عن دائرة أريانا أيضا تضم عدد من الشباب وهم زياد أحمد وفريال الغودي وسمية ولذيفة ومنظر مريباح وآية مولهي وسيف الدين بزينية ومروة العكريمي. القائمة اختارت أنه يكون شعارها بالزيد والزويد الشباب يحكم البلاد، الشباب هذا ومن بين وعودهم استكمال مشاريع عالقة من بينها من الصيد البحري في قلعة الأندلس ومنطقة صناعية برواد، النظر في وضعية النقل بأريانا ومراجعة مثال التهيئة العمرانية بسكرة وغيرها من البرامج. وبخصوص تونس أخرى، المبادرة اللي انطلقت في مايو فارت وهي مبادرة وطنية ضمت حزب الحراك وحركة وفاء والمستقلين. التحالف أعلن أنه معني بالانتخابات التشريعية في جميع القائمات في 33 دائرة انتخابية في تونس وخارجها، ومن بين رؤساء قائمته نصر الدين العمدوني الموسي عن دائرة بيجا وهو عضو مكتب تنفيذي وطن الاتحاد الفلاحين وعضو قار في المجلس الجهوي للتنمية. القائمة رقمها 4 وفيها كل من وصال سعيدي ويوسف لعروسي المثلوثي وإيمان الميساوي ونعيمة طرابلسي. القائمة تسعى اليوم في تقدمها للتشريعية إنه تونس تولي عادلة وولاية بيجا تخو حقها في التنمية الشاملة من خلال فتح الملفات في جميع القطاعات من فلاحة وصناعة وتعليم وصحة حماية المواطن ومقدرته الشرائية، القطع مع التشغيل الهش وفرض تفعيل الفصل 12 من الدستور في علاقة بالتمييز الإيجابي للجهات المحرومة. استقبلوا ضيوفنا كل من ناصر العمدوني رئيس قائمة تونس أخرى بباجا، مرحبا بك مساء الخير. سعيدة أيضا باستقبال خليل قنطارة رئيس قائمة حرس البلاد بأريانا، مرحبا بك. شكرا، مرحبا بك. وأيضا جمال ساسي رئيس قائمة البديل التونسي بأريانا، مرحبا بك. شكرا. نبدأ بك ناصر العمدوني، قبل ما ندخل في تفاصيل برامجكم الانتخابية في جهاتكم أكيد نبدأ بنتائج الانتخابات الرئاسية، لكن خاصة تداخل يمكن يصير تداخل بين الرئاسية وبين التشريعية، أي السيناريوهات أنتم تفضلوا؟ وهل سيناريو 6 أكتوبر ما يقلقكمش في حملتكم الانتخابية وأنكم تمشيوا به للتشريعية؟ شكرا على الاستضافة مرة ثانية. بالنسبة لنا احنا سيناريو 6 أكتوبر إن صح التعبير هو عرض أنفسنا على عموم شعبنا، وإحنا واثقين لأنه خطابنا صادق ولأنه اللي تحب تعرفه شنو المشاعر من 5 سنين قدام أرجع أشوف شنو نعمل 5 سنين التالي، وهذاك علاش احنا متفائلين من نتائج 6 أكتوبر. وإن تداخلت ربما هنالك فرضية في أن رئيسية تزامن المسار الانتخابي للتشريعية
والرئاسية اللي احنا ما نحبذوهوش، ولكن لنا خيارنا على مستوى التشريعية ولنا خيارنا كذلك على مستوى الرئاسية. خليل قنطرة، كيف نفس السؤال موجه ليك بالنسبة لتداخل المسألتين والاستحقاقين، ما ينجمش يأثر هذا حتى على خدمتكم أنتم ديوران الحملة الانتخابية نتاعكم؟ ممكن أنكم توصلوا أكثر للمواطن في جهتكم وتقنعوه، لأنه أنتخ طون ثم حملة رئاسية أيضا. أكيد، شكرا مليك على الاستضافة، ونحب نقول اللي نحن أكيد بالنسبة للانتخابات الرئاسية النتائج متاحة كانت يعني نتائج مفاجئة بالنسبة للشعب التونسي كله، بالنسبة للقاعدة السياسية بكلها، لكن بالنسبة للتداخل الانتخابات الرئاسية والتشريعية نحن نحبذه، وهذا بالتأكيد أنه تكون الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات التشريعية باش ما يكون ثم تداخل، وباش ناس من الانتخابات التشريعية ما تستغلش الحملة الرئاسية، وناس من الرئاسية ما تستغلش الحملة التشريعية. لكن في الأخر بالكل نقولوا كان وتيت أنهم يكونوا زوز نهار 6 أكتوبر، نتوقع أنه الشعب التونسي اليوم بلغ درجة كبيرة من الوعي أن النجم وننجحوا فيهم زوز فرد نهار، وهذا إن شاء الله ما يقلقنيش. جمال ساسي، حزب البديل التونسي خرج من الدور الأول عن طريق مرشحكم مهدي جمعة، اليوم استحقاق انتخابي تشريعي في انتظاركم، ما تخافوش تأثير نتائج الرئاسية بالنسبة لحزبكم في الدور الأول تلقي بظلالها على نتائج تشريعية؟ هو خلافا لما يظن البعض بالعكس، ربما الإخفاق في الرئاسية باش يعطينا دفع أكثر باش الحملة الانتخابية بالنسبة للتشريعية نصلحوا بعض الأخطاء اللي وقع. إخفاق أنا نعتبره على كل الذي إرادة الناخب التونسي. مهدي جمعة تقدم مشروع كامل، قدم برامج، اتضح أنه الشعب التونسي عنده انتظارات أخرى، ربما من ناحية التواصل ما وقعش يعني بلوغ المساج اللي يلزمه يكون، ولهذا أنا اعتقادي اليوم أنه احنا طوينا صفحة الانتخابات الرئاسية، استفدنا لأن اتصلنا بالمواطنين وبالناخبين وفهمنا برش حاجات، وهذا إن شاء الله باش نصلحوه وباش نكونوا في الموعد في التشريعية بقوة إن شاء الله. برهان سيس، تفضل. بالطبيعة قدامنا المترشحين على زوز دوائر، مثلا توا أريانا وبيجا، سي خليل وسي جمال. بالنسبة لأريانا زوز يعني نماذج يعني الساحة السياسية ولات تتعامل معهم والفرز على الأقل على مستوى المخيال. يعني سي جمال ما تحسش اللي مهمتك باش تكون صعبة أمام المستقلين الشباب اللي هي الآن الموضة السياسية الصاعدة، قضية موقف التوانسة من الأحزاب، موقف التوانسة من التحزب عموما. يعني أمامك شاب تقريبا وأنا من بين المتابعين على الانترنت يعني اللي اختاروا ثنية جديدة بتاع وسائل التواصل البديلة منذ سنوات، يعني الأحزاب قادرين اليوم تجاريوا النسق جديد اللي تفرض؟ هو شوف سي برهان، أنا أول مرة ندخل في حزب، وأنا كنت أنا خبير محاسب ومتابع للشأن العام وناشط معناها في المهنة متاعي وفي الميدان الاقتصاد والمال والجباية، ولما قررت باش ندخل الميدان السياسي قناعتي أنه السياسة تتمارس في الأحزاب، هذه قناعتي وهذا اختياري، وطبعا نحترم كل الاختيارات الأخرى. الأحزاب طبعا اليوم وقعت شيطنة متاعها، لأنه المشهد السياسي بعد الثورة بعد وما عادش فما ثقة بين المواطن وبين السياسي، وكانت الأحزاب هي اللي طاغية والأحزاب الكبيرة. جي فكرة جديدة، جيو المستقلين، جي ناس تقول لك أنا نظرة أخرى باش ندير شؤون البلاد والشأن العام بفكر جديد بعيد على الأحزاب وكان النموذج النمطي اللي معتادين به، وتمشي يمكن في وقت معين يمشي، وخاصة الشباب يمشيوا مع الفكرة هذه، أنا نحترمها. لكن نقول أنه اليوم يلزم البديل، اليوم يلزم تغيير، اليوم يلزم قطع مع الفشل، اليوم يلزم قطع مع كل منظومة اللي ما وصلتش الشعب للمتطلبات اللي حاجتهم بها. ربما احنا شفنا في الميدان انه الشعب التونسي اليوم المواطن انتظاراته بازيك،
ما عادش الطبقة الوسطى اللي كان انتظاراته باش يعمل دويرة وكريهبة حتى شعبية وتترى اليوم باش ياكل باش يوكل صغيراته باش يلقى الدواء. يعني الانتظارات في هذا الظرف الصعب تخلي السياسي وهذا راهو كفي حزب والا في مستقل يلزمه يبدل الخطاب نتاعو. وانا ادعو الناخب انه ما يسمعش كلام الناس اللي تعطيه وعود اللي هي ما تنجمش تتحقق. واحنا اللي عندنا في البرنامج نتاعنا هي وعود واقعيه، ما تسميش هي وعود، هي برامج واقعيه، ولازم نصارحوا الناس نصارحوهم بواقع البلاد. نفس الشيء الخليل يعني من الشباب اللي قاعد معناها متقدم في مهمه سياسيه بالاساس. يعني خليل الشاب وحدك ماكش في ائتلاف تقريبا، يعني حراس البلاد ماهيش ائتلاف نلقاو فيه أريانا حتى في مناطق اخرى. يعني دورك نهار اخر وانت مستقل الكترون ليبر باش تكون في البرلمان، ما تحسش انك ستكون معرض في نهايه الامر لبرامجك وعودك اللي باش تلقيها للناخبين في أريانا ستذوب في زحمه تحالفات داخل البرلمان، وانت معناها من وزن يعني نتاع احلام جميله باهيه ولكنها خفيفه سياسيا، باش تعمل غاديك كي باش تمشي؟ يعني مع شكون باش تعاب؟ مع شكون؟ لمن ستصوت؟ لمن؟ يعني شنو هي رؤيتك في نهايه الامر في المشهد هذايا المعقد؟ باهي، شكرا بريان على السؤال هذايا. انا نحب نقول لك اليوم الشباب في تونس سيرتو مع صعوبه الحياه راهو اذا باش يدخل الحياه السياسيه راهو ملزوز. اليوم بصعوبه الحياه في تونس الشاب ماذا بيه راهو يعمل في حاجات اخرى، ماذا بيه راهو يكون في روحه، ماذا بيه يعمل في كارير بروفيسيونيل، ماذا بيه يقرا على روحه، ماذا بيه يحاول يعمل لو ماكسيموم باش ينجم يوصل نهار يوفر روحه وعائله، ينجم يعرس يوفر فلوس وكل شيء. الشاب اليوم كانت من اخر اهتماماته انه يدخل الحياه السياسيه، اذا تخلى اليوم راهو ملزوز. علاش؟ على خاطر الشاب قبل كان عنده صوت، اغلى ما عنده في الحياه السياسيه هي صوته. يمشي كل 5 سنين للصندوق يحط صوته ويعطي ثقته في ناس مهما كان، مهما كانت اختلافات الالوان نتاعها، مهما كانت الاشخاص. لكن لاحظنا توا تعديوا مرتين على الحاجه هذه في تونس، ولاحظنا انه اليوم الشباب هي طاقه، طاقه يستعملوها الناس الكل كقنطره باش يتعديوا بها من بعد للكرسي. ويقول لك الشباب الشباب الشباب، ومن بعد بالتعيين ما تلقى حتى شاب، حتى كان يطلع شاب تلقاه بالانتخاب في مجلس النواب، لكن تعب بالتعيين ما تلقى حتى شاب. الى متى اليوم الشباب عنده صعوبات كبيره؟ اعطينا ثقتنا في ناس ما حبتش الناس هذيا تحاول انه تقدم بينا في حياتنا. دونك قلنا اليوم علاش ليه ان ندخلوا في الحياه السياسيه؟ علاش ليه ان نهزوا كلمتنا وحدنا؟ انا ما عادش نعطيه مصيرنا بايد ناس اللي هو المصير هذاك ما عنده حتى قيمه، ما عنده حتى فالور. دونك اليوم دخلنا للحياه السياسيه بالنسبه لانه نكونوا الكترون ليبر. كلامك صحيح، ولكن اليوم ثم برشا ناس تقول لك الموزايك لازمك تستحفظ على الاحزاب، خاطر الاحزاب هي اللي تنجم تعدي به. في 2014 تعديوا زوز احزاب كبيره، كانت عندهم هي لا ماجوريتي وكانوا ينجموا يحكموا ويعديوا كل شيء، ما عديوا حتى شيء للشباب. لعل في الاندثار في هالموزايك هذايا نجموا نعديوا حاجه، لعل في هالتناثر هذايا نجموا نعديوا حاجه، على خاطر زوز احزاب جربنا بهم ما عملوا شيء، 3 احزاب ترويكا في 2011 جربنا بهم ما عملوا شيء. لعل اليوم الكترون ليبر بوتيتر ينجم يوصل وقت اللي يكون عنده سند شعبي وسند شباب برشا ملاك، معناها سند شعبي وسند الشباب من برا، لعل بالابوي هذاك ينجم اليوم يعدي. خلينا نفهموا اكثر شنو توجهكم الفكري، توجهكم السياسي، شنو اللي ممكن الاختلاف بينكم بين بقيه الاحزاب في المساله هذه؟ باهي، نحن ما نحبوش نقارنوا رواحنا بالاحزاب، دونك حتى في الاختلاف اختلافنا ما نحبوش نقولوه بالاحزاب. نحن قائمه شبابيه ملاك مستقله، اليوم عندنا حلمه، عندنا طموح. اليوم جينا للشباب اللي هو هاك تشوف اليوم عزوف كبير، واليوم ثم الناس تمشي تعطي ورقه بيضاء. علاش تعطي ورقه بيضاء؟ على خاطر ثم 5 سنوات بيضاء يمثلها السياسي في وسط الحكم هذاك. علاش؟ اليوم يطلبوا منا ان نعملوا لو فوت يوتيل، علاش السياسي ما يكونش هو اليوتيل؟ سامحني، علاش اعطيتك 5 سنين انا اغلى ما عندي اللي هو نرجع ونقول صوتي وما كنتش انت فيهم يوتيل؟ ما تشجعنيش انت على الفوت يوتيل اليوم. دونك اليوم نحن كشباب اللي يكون عندنا مختلف اليوم هو ان ماناش باش نعملوا الحملات الانتخابيه نتاع 5 نجوم، ما وراناش تمويلات كبيره. اليوم عندنا برنامج حتى شيء اللي باش نقعدوا به نحن بدنا نعيشوا فيه. دونك مانا باش نقعدوا كان بالحاجات اللي نجموا نحن نحققوا. شو هو الطرحين؟ خاطر التوجه للشباب والشعار هذا الكبير انك تمشي للشاب التونسي وتطرح مشاغله وتعطي الكل بخاسك المستقلين الاحزاب السياسيه الكل تحكي
يعني انتم شنو طرحينه الشباب توصل تحكيوا باسمه اليوم؟ بالضبط نحن اللي طرحينه حتى في برنامجنا ملك بعض او كان تحب نزيد ونتحدث فيها اكثر ونحكيوا فيها اكثر هي الحاجات اليوميه بالنسبه للشاب التونسي. هي علاش اليوم الشاب التونسي يعيش في الحاجات هذه؟ نحن حتى في برنامجنا بعض تشوف عندنا اون اكسبسيون عاملينها اللي البرامج ماهوش سي دي بوان جينيرو تجيك احزاب تعطيك بوان جينيرو ما في بالهمش اللي رينا سبع معتمديات ما نجمش يكون برنامج حيتضامن هو بيدو برنامج السكر. دونك نحن اون سيغمونتي في البرنامج نتاعنا كل معتمديه عندها متطلباتها الخاصه بها بيان سور ثم دي بوان جينيرو اللي يتقابلوا فيهم الناس الكل ولكن عندنا نقاط اللي ما مسها حتى حد اللي بقدره ربي من بعد كان انا عندي سؤال سي ناصر العمدوني قائمه تونس الاخرى اللي هي الائتلاف الانتخابي اللي يضم حراك تونس الاراده وعدد من المستقلين هكا ولا سي ناصر حزب الحراك اي الان في تقديري كان يشير منذ حين برهان واشارته مهمه الى حركه النهضه نفسها اليوم وقت اللي حكيت عليكم وحكيت على المرشح نتاعكم اللي جاب نسبه ربما مش كبيره برشا في الانتخابات حركه النهضه ورئيسها اطلق عليكم اسم الطيف الثوري يعني راشد الغنوشي يعود الان بعد خمس سنوات من التوافق الى الحديث عن الطيف الثوري واليوم كنا نسمع في تحية تونس اللي هو جزء من حزب الحكم أيضا يتحدث على أفق جديد وتصورات جديدة معناها المزاج العام في اللي عملته الانتخابات الرئاسية وهذا مؤكد الآن سيؤثر على مزاج الناخب في التشريعية وهو مزاج الرغبة فعلا في التغيير قال قيس سعيد هذه ثورة بالشرعية المرة هذه يعني خطاب الثورة خطاب أنه ثم أمل باش القديم يمشي على روحه بكله الآن ولا حاضر وبالتالي أتصور أنه برشا ناخبين وجزء كبير من الناخبين باش يغزر الآن إلى الصف هذاك صحيح أنه عاقبهم كمرشحين رئاسيين واختار ربما قيس سعيد وكذا ولكن لن يعاقبهم كأحزاب أنا في تقديري لأنه ثم مسار يحبوا يمشي أيضا في البرلمان الناخب باش يتجه نحو مزاج يمشي في البرلمان كيما مشى في الرئاسية حركة أو إنشأنا قائمات تونس أخرى أنتم باش تحكيوا برامج وتفصيلات اللي هو ما عنده حتى معنى الآن احنا لحظة سياسية براتيكمون رجعنا للحظة سياسية الانتخابات الرئاسية رجعتنا إلى لحظة سياسية بامتياز وشوف المزاج العام في وسائل التواصل الاجتماعي وكذا أنتم اليوم باش تحكيوا سياسة شنو تنجم تقول في تقييم المرحلة متاع الثورة التي غدرت في وقت من الأوقات وربما ما تحققتش أهدافها وإلى آخره ولكن مع ذلك الناخب التونسي المرة هذه في 2019 ما مشاش على الأقل لأنتي سيستام خارج من القديمة ما مشاش للقديمة كما هي ما مشاش للثوار التقليديين لكن مشاش صورة أخرى طمنت الثوار انتش مش تقول غادي في باجة مع القائمات الأخرى اللي تنتمي معاك إلى نفس الطيف الثوري وشنو هو الخطاب اللي يمكن تقدموه اليوم في ظل هالصعود هذا متاع عودة مزاج معناها إيمان الناس بثورة 17-14 شكرا بالنسبة لي أنا عندي ملاحظة سواء على الفيتير أو التقديم اللي تم حول تونس أخرى وتعريف تونس أخرى واللي تفضل به توا صديقنا وخونا دعني أقول وأن هنالك ترتيب تفاضلي باعتبار وأن تونس أخرى هي مبادرة مواطنية من مستقلين وكان موضوع حوارات ومفاوضات مع عديد الأحزاب بقوا منهم زوز أحزاب إذن هي مبادرة مستقلة اللي هو مزوز وبالترتيب حركة وفاء وتونس الإرادة إذن لا نقول أنه حركة تونس الإرادة أو الحراك زائد وفاء زائد مستقلين وإنما مستقلون جاءت إليهم الأحزاب بالضبط مستقلون أيوة. مستقلون الحراك ثم حركة وفاء بالنسبة لكن مستقلون يلتقون في بالضبط. التوجه بالضبط. العام بالضبط. اللي هو الخيارات الثورية بالضبط. مع بالضبط. وفاء ومع لكن على مستوى ناصر سمحني قالي فما أيضا وجوه مستقلة أخرى زادة من خارج في الائتلاف طبعا من خارج حركة وفاء ومن خارج بالطبع
مثلا انا مستقل، هو مستقل. انا مستقل ومتاتي من المجتمع المدني اساسا، من منظمه نقابيه فلاحيه اتحاد الفلاحين مستقل، وكان هذا منذ البدء كان اتفاقنا في اني ساحافظ على استقلاليتي. ايضا في سيدي بوزيد تقريبا على راسه، لا في سيدي بوزيد ايضا في سيدي بوزيد في سوسه في رؤساء القائمات تقريبا اكثر من شطر مستقلين اكثر من شطر مستقلين، وان كنا نصنف ضمن الطيف الثوري. أنا نقول هذا أو هذه تهمة لا ننفيها، بل شرف ندعيه، ندعيه باعتبار وأنه نحن نعتقد وأن مشينا للي يشبهونا وانفتحنا على طيف، على طيف اللي احنا نصنفوه وطني ديمقراطي اجتماعي، وهذاك هو موقعنا الطبيعي ضمن المشهد السياسي العام. إذن أنا نقول أنه الـ بالنسبة لتونس أخرى، تونس أخرى التسمية، ثم اللي يقولك أنه تونس أخرى ندرى مش تغير تونس، لا، هي تونس أخرى وليست تونس الأخرى. إذن تونيزي أوتر ماهيش يعني تونيزي أوتر، إنما تونيزي أوترمون، يعني تونس أخرى اللي اليوم وقت نشوفه أحنا في الدياغنوستيك نشوفه أنه ثماش واحد توا عجبه اللي وقع في تونس، ما ثماش واحد راضي على اللي توا حاصل في تونس، سواء على البعد الاجتماعي وعلى البعد الاقتصادي والا والا والا. اذا كلنا نحن مو بكون الاوضاع تتبدل، اذا تونس اخرى في علاقه بكونها تونس تصبح عادله، ولن اقول اعدل باعتبار وان نولي ضمنيا وكان هي عادله وانا اطلب اكثر عادل، لا، تونس عادله، تونس لكل بناتها وأبنائها، تونس اللي تحارب الفاسدين، تونس اللي تفتح الملفات نتاع ثرواتنا الطبيعية، تونس اللي تطرح التساؤل حول السيادة الوطنية، من يعني تونس اللي تشعل الضوء. هذاك علاش احنا الأنبوبة هي شعار الـ هذا الائتلاف، وما يرمز وما ترمز إليه الأنبوبة من ضوء، لأنه نحب نشعل الضوء على الدوسيات اللي موجودة تويكا تحت الطواول، لأنه ما عندناش ما نخافوا ونحب ونصارحوا شعبنا بحقيقة الأوضاع ونحاسب الفاسدين، باعتبار وأننا لن نظلم، نحن لن نظلم ولكن لن نتستر، لن نتستر ومفتوحين على كل الطيف السياسي، وهذا اللي خلينا احنا حتى في علاقة بالرئاسية لا يهمنا إن كان قيس سعيد إسلامي وإلا عروبي وإلا ماركسي لينيني وإلا كذا، يكفي أن يكون نظيفا لندعمه. شنو مثلا قضية الحال كما اليوم اللي صار في المحكمة الابتدائية، وهذا موضوع الساعة، وانت تحكي على تونس عادلة وتونس وانك ما تتستروش على اللي يغلط وما إلى ذلك. مثلا عن اكزامبل اليوم موقفكم منه هيئة الدفاع على بالعيد والبراهمي واللي صار داخل المحكمة واللي دخلوا في اعتصام مفتوح، يمكن القضية اللي نعيشوا على وقعها 7 سنين، ورأي العام التونسي كل يطالب بفك اللغز هذايا، وأيضا ما عرف بالجهاز السري لحركة النهضة. كيفاش نظرة الملف؟ سأجيبك سيدتي، لكن دعني أقول أنه لست الناطق الرسمي باسم الائتلاف، ولكن وجهة نظري هذه قضية متعهد بها القضاء. نحن لا نتدخل في القضاء، نريده قضاء مستقلا، وناضلنا من أجل هذا، نريده قضاء عادلا، نتركه يعمل دون تدخل، والأحكام القضائية اللي يحكم بها نحن سنصفق لها وسنلتزم بها. برهان فاضل، نحب نتفاعل نواصل مع السي ناصر معناها في الجانب هذايا بالنسبه لائتلاف تونس اخرى. يعني كما قال لك حبيب في الموقف توا واضح في علاقه بالرئاسيه مع قيس سعيد، ما تتخيلش ان التشريعيه امام هذا التشتت وامام هذه الاحاطه بشخصية قيس سعيد والاستثمار في انتصاره، تونس أخرى تقريبا نفس العائلة السياسية القريبة برشا، ولو فيها خصوصية بتاع بعض الوجوه زاد المستقلة كما لمين بوعزيزي، يعني في الجانب إسهاماتها الفكرية والثقافية، ولكن تلقاها يعني مشتة على أكثر من ائتلافات أخرى، على أكثر من قائمات أخرى حتى حزبية. يعني ما تتخيلش إعادة إنتاج نفس هذا التوحد في الرئاسية غير ممكن في التشريعية، في نهاية الأمر ستتقدمون إليها فرادة دون أدنى
تنسيق يعني، والعائلات الاخرى اللي ضربت فيروس التشتت حتى في الفيروس نفسه ضربكم انتم باش يقلل من حظوظكم؟ نحن نراهن على يعني شو الفرق مثلا؟ نقول انا لماذا سانتخب تونس اخرى ولا انتخب بيتنا في الكرامة؟ ما الفرق مثلا؟ هو ثم زوج اعتبارات، ثم الاعتبار الموضوعي والاعتبار الذاتي. مثلا الاعتبار الموضوعي في علاقه بفتح الملفات والابعاد السياسيه والاجتماعيه في علاقه بقفه المواطن، في علاقه بكذا، وفي علاقه بالمحاور هذه، وفي علاقه بقراءتنا لواقع الحال وما انتجته منظومه انتخابات 2014 ومعاهده باريس، لان احنا نحب معاهده تونس، وفي علاقه كذلك بالشخصيات النوعيه التي تراست قائمتنا وهي جالبه وليست طارده، باعتبار انه شخصيات نوعيه اعتباريه ذات وزن في محيطها ومؤثره في محيطها، وهذا لانه في النهايه النظام الانتخابي هو تصويت على القائمات، ولكن بالتشتت اللي موجود سيصبح التصويت على رؤساء القائمات بصدق. اذا الشخصيات النوعيه هي التي ستجلب. شو مدى التعب يا ناصر اللي يعيشها الان الائتلاف في علاقه على الاقل بالزوز رؤساء نتاع الاحزاب، يعني رؤوف العيادي ومنصف المرزوقي؟ هل ان ماكينتكم جاهزه الان لتدور من جديد بعد حاله ربما الانفلاش اللي وقعت في مستوى الانتخابات الرئاسيه؟ هل انه الرمزين السياسيين هذوما كما منصف المرزوقي ورؤوف العيادي اللي عندهم بطبيعه الحال مكانتهم وسط الطيف الثوري وينجموا يجيبوا لكم انتم من الطيف الثوري مش للقائمات الاخرى ربما، هل انهم حاطين معناها ايديهم في العمليه، وانتم انفسكم هل انكم معنيين بان يكون هذان الشخصان حاضران الان في هالاجواء نتاع الحمله الانتخابيه؟ هو بالفعل هو هنالك التزام اخلاقي بين مكونات الثلاث لائتلاف تونس اخرى. بطبيعه الحال كل مناضلي الحراك ومناضلي وفاء مش يحطوا ايديهم في العجينه معنا، ولكن احنا عارضين انفسنا على عموم شعبنا بخطاب عقلاني واقعي لا يبيع الاوهام للناس ويحترم ذكائهم ويحترم عقولهم. طبعا المراهنه مش تكون على الاشخاص وتاريخهم ومدى قدرتهم على افاده جهاتهم، لانه انا اليوم جيت باش نحكي على جهه باجه ونحكي كذلك على ما ساقدمه انا من عهود وليست وعود، من عهود لاهالي باجه وللشباب والمواطنين اللي طالبوني باش انا نتقدم، لانه بالفعل هنالك مبادرة شبابية ومواطنية، زائد إلحاح من الفلاحين ومن عموم شعبنا في أني أتقدم. إذن أنا استجابة لدعوات هؤلاء تقدمت ومش حط اسمي على الميزان وانا عندي ثقه في اهالينا في باجه. باش نرجعوا لابرز العهود هذه، نمشي معك شويه جمال الساسي رئيس قائمه البديل التونسي باريانا. اريانا تعرف مشاكل شبابها برشا، مشاكل اهاليها والمواطنين هناك برشا، من ناس كنا على المهم بنيه تحتيه، من نقل، من عده مسائل، مساله الجريمه وما الى ذلك. انتم كحزب البديل التونسي شنو اللي باش يميزكم على بقيه القائمات اللي باش تتقدم في نفس الدائره؟ شكرا. انا بإجازة نحب نرجع نعقب على مشكله الطرح هذايا نتاع الشباب واللي اقل شباب، ما نقولش راهو ماهوش اللي ماهوش شاب معناها باش يخدم ما يخدمش الشاب، ما اذا كان نعطيو توا للشباب المسنين والمتقاعدين يقول لك لا انا يلزمني شكون ماهوش هذا. احنا على كل في هلا مش قضيه، هي احنا انا علاش دخلت لانه تونس في خطر، ولانه مش لي انا، مستقبل اولادي، مستقبل صغارنا، وهذوك الشباب اللي هما اولادنا، وهذوك اللي نحبوا ندخلوا في معترك الحياه السياسيه باش ننقذوا هالبلاد لمصلحه اولادنا ومصلحه الاجيال القادمه. لهذا ماهيش معناها مش اشكال هذايا. من الناحيه الثانيه الطرح نتاع المستقلين والاحزاب نرجع له. أو الأخ تو يقول لك احنا مستقلين لكن معنا أحزاب، كل يعني الأحزاب وي، أما ما فماش نظرة واضحة في هذا المجال. وكم من مستقل
دخل مجلس النواب كمستقل ومن بعد لقيناه في حزب وخذا مسؤولية وشد وزارة وشد. ولهذا راه الاستقلال هو استقلالية الانديبوندونس ايتون انديبوندونس ديسبري، ماهيش متاع انتماء ولا حزب. وقت اللي تبدا مستقل في مخك عندك الاستقلالية التامة، غدوة تخمم كان في مصلحة تونس، تنتمي الحزب ولا مستقل ولا شاب ولا مكشاب، عندك مصلحة البلاد. غدوة وقت اللي يجي في مش نعملوا قانون معين اللي فيه المصلحة ما نقولش أنا لا هذا جاي من عند مستقل ولا جاي من عند الحزب الفلاني ولا. هذا هو الاستقلال الصحيح اللي أنا باش نسكر البارونتيز من الناحية هذه. بالنسبة نجيو شوف البديل التونسي، قوة البديل التونسي، وهذه نقولوها احنا. وفما ناس لمت علينا يقول لك نقولوا احنا حزب الكفاءات، هذا ما يعنيش انه الاحزاب الاخرى ما فيهاش كفاءات، لكن احنا حزب التبناء على الكفاءات. حزب البديل ما بداش حزب، بدا ثينك تانك وبداوا ناس خبراء كفاءات تخدم في تعمل في تصور للبلاد هذه وبرامج للبلاد، ومن بعد تطور ولا حزب. راهو كي تقول حزب كفاءات مش معناها راهو في برجك العالي وما تخمش، لا، الكفء هو اللي يخمم في الشاب ويخمم في المواطن ويخمم ويلقى له الحلول للحاجيات نتاعو. ولهذا بالطبيعه هذه احنا بدينا بتشخيص، تشخيص كامل للوضع البلاد، ومن بعد كل جهه طبعا الخصوصيات نتاعها والتشخيص اللي يخص الجهه. وكما قال الاخ بالمعتمديه وكذا هذه التشخيص اللي عملناه في نحكي على ولاية أريانا، أنه فما تباين كبير في النسيج الاجتماعي في أريانا. أريانا ولاية تلقى فيها المنازه والنصر وتلقى فيها أحياء يعني شعبية، وحتى الحاجيات والمتطلبات نتاع المواطنين نتاعها مختلفة تماما. تلقى اللي يمشي في سيارة فخمة وتلقى اللي ياخذ الترانسبور بوبليك والنقل اللي هو من أهم المشاغل ربما اللي نركزوا عليها، مشكلة النقل. المشكلة الثانية شفتوا انتم وقت اللي جات صبت الشتاء معناها جمال سيسي يقول قايل التشخيص نعرفوه وهذا موجود الانتلاك ومعلوم منذ سنوات ماهوش من توا. تصوركم شنو البديل اللي تطرحوه؟ البديل هو إيجاد الحلول الملائمة لكل قطاع. ناخذ مثلا الامور العقاريه في 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 ريانا في رواد وفات، فما مشاكل عقاريه كبيره، فما مسح عقاري يلزم يوقع، فما حلول بالنسبه للتشاريع اللي موجوده اللي هي توا معناها تعقد في الامور، يلزم اعاده النظر في المشاريع. سهل المبادرة الخاصة، هالرخص كما يحكي عليهم برشا سي مهدي جمعة في خطاباته اللي تعطل الشاب أنه باش يمشي يعمل مشروع. الحلول في حزب البديل التونسي هي حلول سيبلي، حلول في كل قطاع وفي كل ميدان. عندنا اون بانوبلي دو سوليسيون، ما المجال توا ما يسمحش باش ندخلوا في الجزئيات الكل. لكن علاش نقول لك انا التشخيص مهم؟ لان وقت اللي تشخص تشخيص صحيح وبربي نحب نقول حاجه نحكي على جمال ساسي من حزب البديل التونسي اللي رئيس حزبكم كان رئيس حكومه، دونك نورمالمون هالتشخيص وهالتقييم وهذا الكل تعمل عنده قيد وتو الحلول تصورات كان رئيس حكومة كان رئيس حكومة وأكثر أحسن المؤشرات اللي وقعت في الفترة متاعه من بعد لا نجم نثق فيها. لا بربي سمحني ما نجمش خليك كلمة واحدة باش نرجعك بعد شوية بيان سور، لكن تفضل ونمشي لخليل قطار ما عادش عندي برشا وقت. أنت سياسيا تعتبرش أن المرتبة المتدنية جدا اللي خرج بها مهدي جمعة في الانتخابات الرئاسية ستكون لها تأثير على القائمة التشريعية، مما يدل على أن البديل التونسي ليس كما قدم نفسه في مرحلة سابقة على أنه هو تقريبا معناه اللي باش يكون متصدر قائمة العائلة الوسطية اللي يسميوها وال شوف هي خيبة أمل صحيح، لكن أنا نعطيك من منطلق حتى لونتوراج نتاعي والناس اللي نحكي معاهم وكذا. يقول لك السي مهدي جمعه كفاءه عاليه، اما يقول لك انا السي مهدي لا انتم تو باش يعرفوا لا باش نفسر لك. يقول لك السي مهدي جمعه كفاءه عاليه، لكن راه رئيس حكومه
ما راهش رئيس كرئيس مانيش نحكي نقول لك البديل كحزب كفاءات في البرلمان في الواحد نمشيو معاكم ومقتنعين وبرامجكم اما ما نراوش انه في الظرف الحالي وهكا شفت افرزت يعني ماهيش راهو على خاطر رئيس الحزب تقدم للرئاسيه انه ما نجحش في الرئاسيه انه باش يعني علاش ما تفرغتوش للتشريعيه بشكل معناها فاعل من الاول وتوا تلقاو روحكم تعاودوا تمشيوا في الماكينه من جديد هو هو بدأ سليم العزابي كان حاضر معنا وبدا يحكي على نقاشات واجتماعات بدات تجمعكم يقول القائل اللي ما لمكمش قبل شنو باش يلمكم توا لا هي هي طرحت احنا حزب قاعد يبني حزب جديد عنده ثلاث سنين ولا سي مهدي جمعه والمؤسسين نتاع الحزب يقول لك حزب يلزمه يقدم طرح كامل للبلاد يقول لك رئاسة الجمهورية ويقول لك الانتخابات التشريعية داخلين على بقينا ما تنجحش في جزء من هالمنظومة هذه راهو تكمل تخدم وتواصل وإن شاء الله ما ثم كان خير في خليل قنطارة رئيس قائمة حراس البلاد تقولوا ما عندناش تمويلات ما وراناش أحزاب ما نعملوش حملات انتخابية خمس نجوم حاجات بصراحة ما نستحقوهاش علاش تتعاود في 2019 صحيح. وقت اللي هي ما عطات شيء في 2011 إذن exactly. كيفاش ماشيين بالوعود والعهود اللي حكيتوا عليها هذه كيفاش ماشيين باش تحققوها وقت اللي احنا ثم امينيموم تاع امكانيات لازم تكون متوفره ايضا اكيد به سامحني مليك بربي من بعد في الاخر بالكل اعطيني 30 سكوند باش نعقب على زملائي نجم تعقب عليهم تو دايا مثال خليني نبدا بالكلمه مثال شكون خاطر باش يتفاعلوا معايا من الاول دونك ياخذوا لي كلمتي به خليها في الاخر به اولا تو تبارك الله معناها حتى سي جمال كان قبل في الحكومه معناها كان رئيس حكومه سي مهدي وكل لكن حتى كي يحكيوا على ولايه تريانة عمري ما سمعت عبد يحكي على ولايه تريانة بالارقام مليك اليوم ثم قنبله موقوته اجتماعيه في تريانة نعطيك ثم 12700 شخص من ذوي الاحتياجات الخصوصية ما حكي عليهم حتى حد في ريانا عندهم 10 جمعيات تجري فيهم معناها كل جمعية 1270 كان نحكيه وهو ما تتعملش ما نحكي لك كان نقسمه معناها كل جمعية لازمها تجري 1270 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية بالنسبة للمستشفيات ريانا فيها 3 مستشفيات كهو منهم زوز في ريانا فيهم 454 سرير فيهم 7 قاعات عمليات ومستشفى آخر في حي التضامن فيه 24 سرير وقاعة عملية واحد تعرف قديش هذوما ثلاثة الكلهم 659 ألف مواطن في أريانا نتعدى بيك الحاجة واحدة أخرى في القطاع العام هذا طب الاختصاص 115 طبيب اختصاص في أريانا 11 في التضامن 1 في سكرة والمعتمديات الأخرين كلهم صفر نتعديوا الحاجة واحدة أخرى نسبة النجاح في البكالوريا 70% في أريانا 55% في سكرة والمعتمديات الأخرين كلهم تحت 50% فيهم حتى اللي تحت 30% وتعرفش عندهم هذوما اللي ما ينجحوش عندهم في ولاية أريانا كاملة 4 معاهد تكوين مهني منهم 3 في أريانا وواحد بركة في حي التضامن نتعديو المال يقص في أريانا المال يقص في أريانا تعرف قديش عنا حاجة ما يعرفها حتى حد وعمره ما حكي عليها حتى سياسي أريانا فيها 12 بحيرة بنسبة خزن 500,000 متر مكعب سنويا تعرف قديش نسبة الاستغلال 0% نتعدى بيك الآخر حاجة مالك باش ما يزينا من الأرقام نتعديو المكتب البريد 25 مكتب بريد في أريانا فيهم 119 نافذة 119 جيشي تعرف كل جيشي قديش طاقة التغطية نتاعو 5500 مواطن باش تفهم هذه الكل معناها يخلق لنا كما قلت لك قنبلة موقوتة اجتماعية معناها في أريانا نجيك توا للحراس البلاد حراس البلاد كما قلنا قبليك بالنسبة للبرنامج اللي هو سيجمونتي مثلا نجيو نحن الكل معتمدين نشوفوا المشكل الكبير اللي فيها قلعة لندلس من 2015 أهالي قلعة لندلس وهم يعانيوا لازمهم ميناء الصيد البحري الميزانية هذه تسيبت وقعدوا ينيغوسيو فيها من 2015 توا المشروع بدأ في جانفي 2019 وإلى يومنا هذا يمشي أبتي فو كما نقولوا نحن لازم العبيد أهالي القلعة يخرجوا يصرفوا على النقل ويصرف على فلوكته قاعدة في بورت واحد آخر وقت اللي هي 95% يسقطوا من البحر نعطيك اكزامبل واحد آخر في المنيهلة المنيهلة تعرف باش طالبوا من 2011 من الثورة لتو طالبوا بحاجة صغيرة على فرح الأهالي الكل برين تعرف شنو مدرسة إعدادية تقنية مكتب تكوين مهني تعرف في 9 سنين كاملين وهم يحاربوا عليها باش خرجوا النتيجة في الآخر ما ينش نجموا نعملوا لها باش نعملوا لكم معها التعليم عادي معناها هذا شيء أسف مراجعة مثال التهيئة العمرانية في سكر ما 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 وصلنا بها حتى شيء الانفراستركتور رجينا قبيليك الفيضانات يحكي سي جمال على الفيضانات لكن ما عطاش حلول الحلول انا نقول لك شنو واش يقول لك الحل اللي في الحكومه يقول لك بن علي نحن مسؤولين عليه الله يرحمه حق وينام
الله يرحمه وينعم ويقول لك بن علي هو اللي مسؤول عليه، لكن بن علي مشى والبوفوار قعد لك انت، البوفوار ما مشاش مع بن علي. دونك اليوم صحيح الانفراستركتور البنيه التحتيه لازمها برشا فلوس، لكن لي ميزور بريفونتيف ما لازمهمش برشا فلوس. نكونوا نحن ليجان، انا كنت موجود نص الليل ونص في برج الوزير وقت اللي صارت الكارثه هذيك، فما دي ميزور بريفونتيف يتعاملوا نتاع انت سامحوني في الكلمه الروغارات والليغري تنجم انت تسرحهم وتنظفهم على خاطرك لازمك انت اون كوريسبوندونس مع الرصد الجوي، تعرف اللي ثم المطر جاي عندك 3 شهور شتي وتسعة شهور تنجم تحضر لهم، ما غدرتنيش شتي نعرفوها، ولازم ثم كوريسبوندونس مع الرصد الجوي تقول لك راهو جاي كذا. جوست التعقيب الاخير سامحني بربي مان مالك 30 ثانيه الاولاني نحب نسال معناها بالحق زميل اللي قال نحب نعرف اسكو اللمبوبه باش تشعل على سليم بن حميدان ولا، وانت قلت لنا على المعاهدات نتاع فرنسا سليم بن حميدان وما نحبوهاش نحبوا معاهدات تونس، سليم بن حميدان اول بلاصه مشى لها بشهر من القضيه هذيا مشى المعاهدات فرنسا تخبى في فرنسا. وتعقيبا سامحني عليك سي جمال ومع كامل احتراماتي بكل عفويه الاسئله نحب على الشباب، الشباب اليوم راهو اليه تعطي فيها الديمقراطيه والمستقلين هي اليه تعطي فيها الديمقراطيه، ان نمنوا اليوم علاش الحساسيه نتاع المستقلين ولا حساسيه على الشباب؟ بالعكس راهو اليوم ما فماش كونفلي دو جينيراسيون، نحن كي قلنا الشاب مش معناه المتقاعد يقول لك حتى انا نحب شكون يمثلني والشيوخ يقول لك شو مثلا، لا احنا نحكيو جوست على لو سيغمون نتاع الشباب، مش معناه نحن نحن باش نخدموا تونس كامله، مي مش نحطوا معناها كنقطة هي الأولانية هما الشباب، وهذه آلية أعطتها الديمقراطية وشكرا. واضح، نختم معك نصر العمري. ربي يبارك فيك، سأبدأ حيث انتهى حينما ذكر أن اللمبوبة على شكون مش تشعل. احنا شوف احنا مبدئيين، اللمبوبة مش تشعل على كل شيء وعلى كل شخص سليم بن حميدان، اللي على كل شيء بما فيهم سليم بن حميدان وبما فيهم زيد زيادي، تشعل على الناس الكل وما ثماشي واحد فوق القانون سليم بن حميدان ولا غيره. ولهنا طبعا ولهنا نحيل دائما المسائل الى القضاء، ولي انا نقول في انه القضاء اعتقد وانه مستقل واتمنى انه يكون عادل ويحاسب الجميع وما ثماش واحد فوق القانون سليم بن حميدان وألا زيد زيادي باش ما نسميش. وانا احترامي اعلاميا مع المحافظه على حق الرد بالنسبه لسليم بن حميدان، لانك انت رميته هكاك مطيش على شنو؟ ها نقول لك علاش رضا، رضا ها نقول لك علاش قضيه البنك تفضل بني سيدي نقول لك علاش وجبدناها 500,000 مره. هو علاش موجود في فرنسا؟ خاطر انت سمعت شكون برا السنه للقضاء؟ لا عاد هكايا من خلي علي يوصل لانه على حساب وقته هو مش خاطر جبدنا تونس تونس الاراده وجبدنا القائمه هذيك صراعاتكم انتم كقائمين ما حتى صراع ما هذا دخل باش تتخلقوا في اطار اخلاقيا نضطر ان يقول ذكر شخص هنا وكان يجب ان يرد بقطع النظر على القضيه هذه اللي ما تعني لي حتى شيء. معناها انت من الاول اعطيت صوره في ترشحك ماكش كنت تحكي ارقام وكذا مشيت سياسه في اطار في اطار القانون اللي طرح فكره بعكس اطار التفاعل بما يصلح يقدم لتونس. هو يدافع عن سليم بن حميدان. تفضل عندي ما عندي وقت. شكرا ذكر سي سليم، انا تحدثت بشكل عام ما ثماش واحد فوق القانون هو والا غيره والا كذا، والقضاء هو الفيصل بين الناس الكل. عايش ولدي ومع ان حتى مشكل مع حتى شخص ولا نعادي ولا نجامل وما عندناش حتى مشكل، والقضاء هو الفيصل. انا نحب توا نتحدث شكرا. شويه باعتباري امثل قائمه عن ائتلاف تونس اخرى لدائره باجة. حمد تحدث شويه على باجة، مازال عندك دقيقه تفضل. تحدث على باجة، المفارقه العجيبه في انه ولايه باجة اللي هي مطمور روما سابقا وفاغا واللي هي فريقة ما يسمى بفريقة في عصرنا الحديث، اللي هي عندها اخصب الاراضي الفلاحيه، اللي هي عندها مخزون مائي هائل 39% من المخزون الوطني عندها، هي عندها 12% من الغابات. ونجيو في المقابل شنو نلقاو؟ شنو نلقاو في المقابل؟ نلقاو 12,420 عائله معوزه في باجه، نلقاو تقريبا 28% نسبه الفقر. شنو طرحكم شنو طرحكم لهذوما الكل؟ هذا الكل نعرفوه، السيتواسيون في باجه نعرفوها من ابرز المناطق الفلاحيه، لكن مالوغوزمون تتذيل هي وجندوبه تقريبا قائمه مساله التنميه الجهويه وما الى ذلك. شنو هو طرحكم لها؟ طرحنا احنا باعتبار انه مؤشر التنميه احنا 19 على 24 هنالك الفصل 12 من الدستور في علاقه بالتمييز الايجابي للجهه المحرومه، وجهتنا مصنفه رسميا محرومه،
لنا برامج طموحة، عهود وليست وعود، لنا بيع الأوهام حسبنا صدقنا. وفي النهاية أختي خليني نقول لك، في كونه سيجتمع البجية على كلمة سواء وسنتحد، وكما يقول الشيخ إمام فالقوة يملكها زين. شكرا لك ناصر العمدوني، شكرا لك خليل القنطارة، شكرا لك أيضا جمال سيسي، يعطيك صحة برهان، يعطيك صحة حبيب. شكرا لكم أنتم على حسن المتابعة، غدوة تلقاو بكر من عكاشة في من تونس، احنا غونديفونا في أبارتيغ من الجمعة هذه واللي بعدها إن شاء الله من الاثنين للخميس في نفس التوقيت 6:30 العشية. صباح الخير الناس الكل.